يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه، تحيه لجمهور النادي الاهلي العظيم. اهلا بكم في حلقه خاصه جدا، حلقه النهارده ما تفوتكش. حلقه النهارده فيها كلام كتير جدا يهمك انك انت تسمعه، هنتابع مع حضراتكم. عندنا كلام كتير جدا عن كل ما يتعلق بالاهلي، كاس عالم انديه، كاس عالم منتخبات، هنشوف قصه السوبر اللي يوم بعد يوم بيقرب بشكل كبير. بنتكلم خلاص ايه 8 9 ايام والاهلي يبدا مشواره في الموسم الجديد فعليا بمواجهه اتحاد العاصمه. النهارده كانت نهايه معسكر الاعداد في النمسا، ويمكن في لحظات قبل ما ادخل على الهواء او دقائق قبل ما ادخل على الهواء، البعثه بالفعل كانت موجوده في مطار فيينا استعدادا للعوده بسلامه الله للقاهرة عشان تبدأ المرحلة الأخيرة من الاستعداد للموسم والتجهيز لمباراة اتحاد العاصمة. تابعونا، حلقتنا فيها كلام كتير جدا ومستمرين معاكم، بس خلونا قبل ما نبدأ الحلقة فاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم. معسكر ناجح بكل المقاييس، ده اللي أكد عليه كابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي، وقال حقيقة أنه المعسكر حقق كل الأهداف اللي كانت حطاها أو حطتها الجهاز الفني للنادي الأهلي من المعسكر، وختامها كان امبارح طبعا بفوز مرضي، يعني مش هقول فوز كبير، فوز مرضي جدا على بطل سلوفينيا بنتيجة 3-1 في ظل غياب طبعا عدد كبير جدا من اللاعبين، لكن كل اللي موجودين بما فيهم الصفقات الجديدة ظهرت بشكل كويس جدا. مشاركة إمام عاشور، مشاركة رضا سليم، العائدون من الإعارات زي صلاح محسن، هدف لزعلوك، على فكرة زعلوك مبشر جدا وعايز أتكلم عليه شوية النهاردة لأنه واضح جدا أنه خامة كويسة، ونتمنى يكون ليه دور وفي دور كبير جدا للجماهير في دعم المواهب زي كريم الدبيس، زي معتز محمد، زي زعلوك، وان شاء الله باذن الله يكونوا اضافه لسكواد النادي الاهلي. زي ما قلت لكم من دقائق كانت البعثه خلاص في مطار فيينا استعدادا لرحله العوده للقاهره، ان شاء الله يوصلوا بسلامه الله النهارده. والحقيقه انه المعسكر كان على يعني افضل وجه ممكن، ويمكن في الاطار ده الحقيقه كل الشكر والتحيه والتقدير لطاقم العمل بالكامل في سفاره مصر في النمسا، مجهودات كبيره جدا. النهارده كابتن خطيب كان حريص على زيارة مقر سفارة مصر في النمسا، ووجه الشكر لمعالي السفير المصري محمد الملا على المجهودات الكبيرة جدا اللي قامت بيها سفارتنا في النمسا. كل طاقم الحقيقة العمل فيها كانوا معنيين جدا بتوفير كل ما يحتاجه النادي الأهلي، بداية من ترتيب الزيارة من بدايتها خالص وصولا طبعا لنهاية الرحلة النهاردة. دي لقطات من داخل مطار فيينا الدولي اللي استقبل يمكن لاعيبة النادي الأهلي أو بعثة النادي الأهلي من دقائق. طبعا زي ما حضراتكم شايفينهم كريم فؤاد، خلاص كريم اطمنكم، كريم واكرم الاثنين الحقيقه خدوا مشوار طويل مع بعض والحمد لله اطمنا عليهم، سواء من دكتور كريستيان فينك الطبيب النمساوي اللي عمل لهم الجراحه، او من خلال التشيك اب وما استغلوا وجودهم في النمسا مع بعثة النادي الاهلي وعملوا زياره تاني للطبيب اللي عمل لهم العمليه اللي اكد على جاهزيتهم التامه للمشاركه في خلال 3 اسابيع يقدروا يخشوا مره ثانيه في السكواد بتاع النادي الاهلي في الموسم الجديد. بالتالي يعني من الواضح انه كريم واكرم ممكن يكونوا شويه بعاد عن مباراه اتحاد العاصمه، دي حاجه هيقررها مستر كولر ودكتور تامر ابو العينين. قفشه طبعا واحد من النجوم اللي تالقوا في المعسكر، ياسر بعد العوده من الجراحه البسيطه اللي اجراها في قدمه وشارك مع الفريق، صلاح محسن. صلاح ليه تصريحات بيتكلم فيها عن انه عنده رغبه كبيره جدا في اثبات نفسه الموسم ده مع النادي الاهلي. صلاح بالتاكيد مفيش شك، محدش يختلف على امكانياته. انا بشوف انه صلاح اتظلم شويه بحته الرقم اللي هز مصر كلها وقت ما تعاقد مع النادي الاهلي في اول مره. طلع اعارتين، مره لسموحه، مره لسيراميكا، والاثنين اثبت فيهم جداره والاثنين كانوا سبب في عودته. لكن الرهان على عودته مع كولر، رضا سليم وكريستو، اثنين من الاوراق تبني عليهم مستقبل كبير مع النادي الاهلي. سكواد يطمن ويريح، انت بتتكلم على غياب 12 من العناصر الاساسيه، ورغم كده الاهلي قدم عرض مرضي. عبد القادر في نسخته الجديده، نتمنى ان شاء الله باذن الله نشوف عبد القادر اكتر لاعب في مصر يقدر يمتعك كوره. مفيش كواليتي عبد القادر، يعني في يعني كل جيل ممكن تلاقي لاعب 2 3 بالكتير عندهم الكواليتي ده.
وسيبك من المكسب والخساره، وسيبك من الالقاب والبطولات، انا بكلمك على اللعيب اللي يمتع عينيك كوره، اللعيب اللي يشبعك تتفرج عليه وهو بيلعب في الملعب، تحس انك انت خدت جرعه كوره بسطتك، متعتك، قول زي ما انت عايز تقول. فنتمنى ان شاء الله الزميل العزيز طبعا ايهاب الخطيب اللي كان مرافق للبعثه، نتمنى له الرجوع بالسلامه ان شاء الله، يرجع بسلامه الله. كهربا نجم النادي الاهلي ومهاجم النادي الاهلي، الحقيقه طبعا يعني هنتحرم من وجوده في اول ست ماتشات، لكن في النهايه ان شاء الله باذن الله برضو واحد من اهم الاوراق اللي دايما عندها القدره على انها تكون من اهم مفاتيح اللعب، ودايما عندها القدره انها تصنع الفارق، خالد عبد الفتاح. كل نجوم النادي الاهلي الحقيقه سكواد السنه دي تقدر تقول وانت مطمن انه اقوى سكواد للاهلي من سنين طويله. بالتالي النهارده هنتكلم طبعا عن قرعه كاس العالم اللي الحمد لله الحمد لله ما خذلتناش. الناس تتكلم على صعوبه اتحاد جده ومش صعوبه اتحاد جده، يا جماعه اللي رايح يلعب كاس العالم ما بيهموش اي حد. وانا بالنسبه لي صحيح لسه بطل كوبا ليبرتادوريس ما تحددتش، هنتكلم في القرعه النهارده، لكن انا يعني بشوف اللي ممكن ما نتكلمش فيه، الفريق الوحيد اللي ما ينفعش نتكلم معاه هو مانشستر سيتي، بس فقط لا غير. اما الباقي كله قريب، والباقي كله باذن الله يكون في الامكان. هندي موضوع كاس العالم حقه ووقته، وهنشوف مع حضراتكم جدول المباريات. عندي دي بس كلام شويه عن الكره البرتغاليه. الحقيقه طبعا يعني صفقه رونالدو كانت بوابه خير جدا على الدوري السعودي، ويمكن يكون تواجد اسم بحجم كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي كان سبب في تسهيل عمليه التفاوض وجلب مزيد من النجوم. كل الاسماء اللي جت دي حطت في اعتبارها ان سبقهم الدون سي ار 7 قبل ما يفكروا هم يلعبوا في السعوديه، وبيتهيألي انه لو ما كانش رونالدو موجود كتير من الاسماء دي كانت ممكن ما تفكرش انها تروح السعوديه. لكن على كل الاحوال مش بس رونالدو، عشان ما نختزلش البرتغال في كريستيانو رونالدو، لانه رونالدو في النهايه يبقى صفحه مش هقول واتقفلت، لكن خلاص ما بقاش رونالدو اللي احنا عارفينه. واكيد في البرتغال رهان على اسماء تانية كتير زي برونو فرنانديز، زي جواو فيليكس، صفقه البارسا اللي الكتير بيعول عليه او بيعتمد عليه انه يملى فراغ الاسطوره ليو ميسي. هل ينجح جواو فيليكس فيما لم ينجح فيه كتير من اللعيبه اللي راهنوا عليها، زي انسو فاتي مثلا، زي انطوان جريزمان في برشلونه، ان هم يملوا فراغ، زي عثمان ديمبلي يملوا فراغ ميسي؟ ده اللي هتجاوب عليه النهارده واحد من ضيوفنا، واحد من نجوم الكره البرتغاليه، مع المنتخب البرتغالي ومع سبورتنج لشبونه ومع ديبورتيفو لا كورونيا الاسباني، هيكون ضيفنا النهارده في السادسه. بس قبل ما نشوف او قبل ما نستقبله معانا في السادسه، خلينا نشوف كده تجربه الانديه البرتغاليه في عمليه بيع وشراء اللاعبين، وحجم المكاسب اللي بتعود على الكره البرتغاليه والانديه البرتغاليه من وراء صفقات الاحتراف. نشوف الارقام دي ونرجع لحضراتكم. بدءا ذي بدء طبعا، مواعيد تصفيات مصر في مشوارها في كاس العالم ريحتنا بشكل كبير. كنا دايما شايلين هم الموسم اللي جاي، وكنا عارفين انه عندنا مباريات في تصفيات كاس العالم، وعندنا مشوارنا في دوري او بطوله امم افريقيا، وبالتالي كانت صعوبه شويه مع التزامات الانديه في البطولات الافريقيه والبطولات المحليه، كانت الاجنده صعب. يبقى انه طبعا المواعيد اللي اعلن عنها الفيفا في تصفيات كاس العالم الى حد ما سهلت الامور، لانه لما نشوف، وتعالوا نشوف كده مشوارنا في او جدول مباريات منتخب مصر في كاس العالم اخبارها ايه، تعرف انه في 2024 ما عندناش غير مباراتين وهيكونوا في نهايه الموسم، فبالتالي هيخف اللود بشكل كبير. تعالوا نستعرض مع حضراتكم جدول منتخب مصر في مشواره اللي هيبدا في شهر نوفمبر. البدايه هنا في القاهره، مصر هتواجه جيبوتي من 13 ل 21 نوفمبر في القاهرة، بعد كده يسافر منتخب مصر في نفس الأسبوع من 13 ل 21 نوفمبر عشان يلعب مع سيرا ليون. سيرا ليون على فكرة واحد من المنتخبات
طبعا في فوارق كبير جدا بين منتخب مصر وبين المنتخبات اللي موجوده معاه في المجموعه، لكن ده ما يمنعش انه في منتخبات اتطورت في السنوات الاخيره مش هتكون يعني القصه محسومه من البدايه. لازم نعمل يعني حسابنا انه هنواجه الى حد ما مقاومه بالذات في الماتشات اللي خارج الارض، فبالتالي اول 6 نقاط دول لو خدهم منتخب مصر هيكونوا دفعه كبيره جدا لمشواره. المنافس الحقيقي في المجموعه دي مع منتخب مصر ممكن يكون منتخب بوركينا فاسو اللي هيلعبوا منتخب مصر في شهر يونيو 24 وتحديدا من يوم 3 ليوم 11 يونيو في القاهره. يسافر بعدها منتخب مصر عشان يواجه منتخب غينيا بيساو. غينيا بيساو غير غينيا اللي كانت موجوده معانا في بطوله امم في تصفيات امم افريقيا. يسافر منتخب مصر في نفس الاسبوع من 3 ل 11 يونيو عشان يلعب مع غينيا بيساو خارج الديار. المباراه هتكون في غينيا. والماتشين بتوع يونيو دول تحديدا هم المباراتين الوحيدتين اللي هيلعبوا او اللي هيلعبهم منتخب مصر في مشواره لتصفيات كاس العالم في عام 2024. بقيه المشوار كله هيكتمل في 2025. اثيوبيا في مواجهه مصر خارج الديار في الفتره من 17 ل 25 مارس 2025، ثم يعود منتخب مصر مره اخرى لمواجهه سيراليون في القاهره من 17 ل 25 مارس، بعد كده لقاء مصر واثيوبيا في القاهره من 1 ل 9 سبتمبر 2025، ثم بوركينا فاسو ومصر خارج الديار من 1 ل 9 سبتمبر. والمباراة أو الجولة قبل الأخيرة هتكون في أكتوبر تحديدا من 6 ل 14 أكتوبر 25 بإذن الله نكون ضمننا التأهل. جيبوتي مع مصر خارج الديار، ويختم منتخب مصر هنا مشواره في التصفيات في نفس الأسبوع من 6 ل 14 أكتوبر، آخر جولة في التصفيات تكون جولة احتفال إن شاء الله بتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 أمريكا المكسيك كندا. عندنا طبعا واحد من أهم الحاجات النهاردة اللي هتكون موجودة معانا هو حفل تقديم كأس العالم الجديد اللي حضره طبعا نخبة من أهم الأسماء في عالم كرة القدم، وفي مقدمتهم طبعا الفينومينو رونالدو نازاريو نجم المنتخب البرازيلي جاني إنفانتينو. هنعرض لحضراتكم النهاردة لقطات من حفل تقديم كأس العالم في نسخته الجديدة. طيب نروح طيب خلينا نشوف طبعا ده جيانو إنفانتينو و رونالدو الظاهرة. اللي ما شافش رونالدو يمكن يكون بالنسبة لي أنا على الأقل يعني رونالدو ده أفضل مهاجم رأيته عيني، مهاجم صندوق يعني، أفضل مهاجم جه في تاريخ كرة القدم. صحيح في عظماء، في عظماء ما تقدرش تنكر إن هم كانوا مهاجمين على أعلى مستوى زي أندريتشي فيتشينكو المهاجم الأوكراني ومهاجم الميلان وتشيلسي، زي زلاتان إبراهيموفيتش، زي إيفان زامورانو، زي مين ديدييه دروجبا على فكرة واحد من أهم المهاجمين اللي جم في التاريخ. وبشوف أنه هو دايما بيتكلم في الحتة دي على فكرة، فكرة أنه عشان أصوله أفريقية أو بينتمي لخارطة أفريقيا ده حرمه من الفوز بجائزة الأفضل على مستوى العالم. لكن في مهاجمين كتار جم، لكن الإمكانيات كلها مهارة، سرعة، قوة، ذكاء، لعب بالقدمين وبالراس يعني بشكل مكتمل، العلامة تقريبا شبه الكاملة ما شفتهاش غير في رونالدو نازاريو اللي حضراتكم شايفينه، رغم طبعا انه الفتنس مش موجود واللياقة مش موجودة والدنيا باظت خالص، لكن يظل رونالدو يمكن يكون اهم مهاجم جه. يمكن خليني اقول عشان انا ما شفتش مهاجمين كتير قبل كده، خلينا نقول في ال 30 سنة او ال 40 سنة الأخيرة يمكن يكون أهم وأفضل مهاجم شافته عين. طبعا الحفل ممتد بشكل كبير جدا الحديث عن نسخة 2026 اللي لأول مرة في تاريخ كرة القدم هتضم 48 منتخب، هتستضيفهم 26 مدينة في الثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. هنقف شوية مع حفلة الافتتاح ولقطات منها، بس خلينا عشان عندنا فقرات كتير وعندنا طبعا الأهم بالنسبة لنا والأقرب قرعة كأس العالم للأندية، مونديال الأندية اللي هنتكلم عليها النهاردة، وعن فرص الأهلي ومشواره في البطولة، مين هيكون في مواجهة النادي الأهلي. قبل ما نكمل كلامنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. (تصفيق)
يمكن ما تقدرش انك تصنفها بشكل واضح على انها من القوى العظمى في كرة القدم، لكن دايما تظل الكرة البرتغالية واحدة من أهم مصادر تقديم النجوم للعالم، وكل لاعبتها أو عدد كبير من لاعبتها لعبوا لأهم الفرق وكانوا دايما على منصات التتويج مع كبار أندية أوروبا زي برشلونة زي الميلان زي أتلتيكو مدريد زي كتير من الأندية زي اليوفنتوس وريال مدريد وغيرهم من الأندية الكبيرة جدا. وعلى سبيل المثال مش الحصر تفتكر روي كوستا، تفتكر طبعا كريستيانو رونالدو، تفتكر لويس فيجو، جواو فيليكس وغيرهم طبعا من النجوم. هنقعد النهارده الاولين واقفه مع الكره البرتغاليه، بس خلينا نروح الاول للجي بي اس ونشوف اخبار لاعبتنا المحترفين في الخارج عاملين ايه مع انديتهم ومشاركاتهم ونتائجهم كانت ايه الاسبوع ده. انجلترا مع محمد صلاح المتالق في بدايه المشوار مع ليفربول واللي قصته مع اتحاد جده لسه ما انتهتش. خلينا نروح لصلاح اللي شارك مع فرقته في مباراته الأخيرة وفازوا فيها في الدوري الإنجليزي على أستون فيلا بنتيجة 3-0. صلاح شارك لمدة 90 دقيقة كاملة وكان ليه واحد من الثلاث أهداف اللي سجلهم ليفربول. محاولاته على المرمى كانت 4، تمريراته 27 بنسبة دقة 81%، تمريرات مفتاحية 2، وتقييمه في المباراة دي كان 8.1 درجة. والمباراة اللي جاية لليفر هتكون أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، وحاليا ليفربول مع صلاح بيحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط. سام مورسي إبسويتش تاون واحد من العناصر طبعا اللي رجعت مع روي فيتوريا أو بيظهر لأول مرة مع روي فيتوريا في اختياراته لمباراة إثيوبيا منتخب مصر ومعسكره اللي بدأ بالفعل اللي هنلعب خلاص كمان يومين يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله أول أو آخر ماتش لمنتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا. سام مورسي شارك في مباراة فريقه الأخيرة وفازوا فيها على كارديف سيتي بنتيجة 3-2 في الدوري، مدة مشاركته كانت 89 دقيقة، صنع هدف من الهدفين اللي أحرزه إبسويتش تاون، وتمريراته كانت 82 تمريرة بنسبة دقة 72%، تمريرات مفتاحية 2، التحامات أرضية 7 كسب منهم 5، تقييمه في المباراة 6.9 درجة. والمباراة اللي جاية هتكون أمام شيفيلد يونايتد في الدوري، وحاليا إبسويتش تاون في المركز الثاني برصيد 12 نقطة. هنسيب انجلترا ونروح لألمانيا. عمر مرموش برضو كان واحد من اختيارات روي فيتوريا طبعا الموسم الأولي مع أينتراخت فرانكفورت، ومباراته الأخيرة كانت أمام كولن في الدوري الألماني وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1. مرموش شارك لمدة 67 دقيقة، ما كانش ليه غير محاولة وحيدة على المرمى وإهدار فرصة مؤكدة مرة على مدار مشاركته. التمريرات 15 تمريرة بنسبة نجاح 93%، والتمريرات المفتاحية 2، التحامات الهوائية 3 كسبهم بنسبة نجاح 100%، إفساد هجمات للمنافس مرة وحيدة، وتقييمه في المباراة كان 6.4 درجة. والمباراة المقبلة لأينتراخت فرانكفورت هتكون أمام بوخم في الدوري الألماني، وحاليا فريق مرموش فرانكفورت بيحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط في البوندسليغا. طيب نروح لإف سي نونت الدوري الفرنسي، وبداية أيضا الحقيقة رائعة لمصطفى محمد السنة دي، يعني بادي الموسم ده مركز جدا وبداية إن شاء الله بإذن الله يستمر ويكون موفق الموسم ده مع نونت. مصطفى شارك مع نونت في مباراة فريقه الأمام مارسيليا واللي انتهت بنتيجة التعادل 1-1 في الليج 1. مدة مشاركة مصطفى كانت 73 دقيقة، أحرز هدف فريقه الوحيد وكان ليه 3 محاولات على المرمى، تمريراته 13 بنسبة نجاح أو دقة 62%، تحامات هوائية 4 كسب منهم 2، وتقييمه في المباراة دي كان 7.2 درجة. والمباراة اللي جاية لنونت هتكون أمام كليرمون في كليرمون فوت في الدوري الفرنسي، ونونت حاليا في المركز ال 15 برصيد نقطتين. نروح للمملكة العربية السعودية ونجم الأهلي السابق ونجم الخليج الحالي محمد شريف اللي شارك في فوز كبير جدا على الشباب بنتيجة 3-0 في الدوري السعودي، وكان ليه نصيب في تسجيل الهدف الثالث، هدف وحيد
سجله محمد شريف، وكان ليه 3 محاولات على المرمى، تمريراته 15 تمريرة بنسبة دقة 67%، التحامات أرضية 5 نجح في 4 منهم، والتحامات هوائية التحام هوائي وحيد كسبه تقييمه في المباراة 7.9 درجة. والمباراة اللي جاية للخليج هتكون أمام الفتح في الدوري السعودي، والخليج حاليا بيحتل المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط. بالمناسبة الشباب اللي بيعاني صفقتين، أجدد صفقتين، رومارينيو لاعب الاتحاد ويانيك كاريسكو طبعا نجم أسبانيا ونجم أتلتيكو مدريد. حمدي فتحي الوكرة القطري شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي انتهت بالتعادل أمام السد، تعادل سلبي. مدة مشاركة حمدي كانت 90 دقيقة، كان ليه 32 تمريرة بنسبة دقة 78%، تمريرات مفتاحية مرة واحدة، تمريرات طولية 5 3 منهم نسبة نجاح، محاولات على المرمى 2، إفساد هجمات للمنافس 3، وتقييمه 7.4 درجة. والمباراة المقبلة للوكرة هتكون أمام فريق المرخية تقريبا في الدوري، معلش أنا الدوري القطري مش متابع قوي، فيعني أسماء الأندية ممكن باستثناء الوكرة السد. الوكرة بيحتل حاليا المركز الخامس برصيد 5 نقاط. أمريكا يبقى أحمد حمدي، وابتدى أو عاد أحمد حمدي طبعا للظهور مرة تانية مع فريقه مونريال. وطبعا فريق أحمد حمدي فريق كندي ولكنه بيشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويشارك أحمد في مباراة فريقه الأخيرة اللي خسرها أمام نيويورك سيتي بنتيجة 2-0. مدة مشاركة حمدي كانت 12 دقيقة، كان ليه فيهم 9 تمريرات بنسبة نجاح 56%، وخسر الكرة 4 مرات، والتحامات أرضية 2 كسب منهم 1، والتقييم في المباراة دي كان 6.5 درجة. والمباراة المقبلة ليهم هتكون أمام فريق شيكاغو في الدوري، ومونريال حاليا بيحتل المركز الـ16 برصيد 35 نقطة. دي كانت أخبار لاعبتنا المصريين المحترفين في الخارج. فاصل سريع ونرجع نكمل حلقة السادسة مع حضراتكم. قرعة دوري أبطال أوروبا ومشاركة الأندية الثلاثة البرتغالية، سبورتنج لشبونة، بنفيكا وبورتو البرتغالي، ميركاتو الأندية البرتغالية سواء بالبيع والشراء. وطبعا أهم صفقات انتقال نجوم الكرة البرتغالية للدوريات المختلفة هتكون محور حديثنا مع واحد من نجوم البرتغال، الحقيقة طبعا نجم منتخب البرتغال، نجم بورتو السابق، وكان مدرب لفريق سبورتنج لشبونة، وأيضا درب في الدوري الأسباني في الليغا مع ديبورتيفو لا كورونيا. نجمنا النهارده وضيفنا في السادسه هو دومينيغوس باسينسا. بدايه طبعا برحب بيك وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسه، اهلا وسهلا. الله ابو طارق توبريغاتو، مساء الخير، اهلا بيكو، انا متشرف جدا ان انا معاكم في قناه الاهلي النهارده. طيب بدايه خليني ابدا كلامي معاك عن الدوري السعودي من بوابه رونالدو، لانه الحقيقه في تقييمك اول لتجربه رونالدو في ثاني مواسم ليه مع فريق النصر السعودي، وهل بتشوف انه قصه رونالدو هتكون نهايتها في السعوديه، ولا من الوارد انه يعود مره اخرى لاحد الدوريات الاوروبيه؟ أنا شايف إن هو فتح كل البوابات للناس كلها لما راح السعودية، وبالتالي هو فتح مجال لكل اللعيبة الدوليين إن هم يتواصلوا ويروحوا هناك بعد خوف كبير، وطبعا كلهم لعيبة كبيرة في أوروبا، وإن هم يروحوا هناك في السعودية دي حاجة جريئة جدا، وطبعا كلهم بيروحوا بسبب كريستيانو رونالدو، وطبعا الكرة هتتحسن كتير قوي هناك. هل من الممكن أنتوا يعني نظرتكم طبعا وأنت واحد من نجوم الكرة البرتغالية، فلما نتكلم على المنتخب البرتغالي، هل مازال اسم كريستيانو رونالدو رقم مهم في معادلة المنتخب البرتغالي، وهل ممكن نراهن على كريستيانو رونالدو مع البرتغال حتى
مونديال امريكا مكسيك كندا 2026؟ مش بالفعل كده، هو دايما لازم ان احنا نشوف الموضوع بيبقى اغرب من ان احنا ممكن نتخيل في اللعيب نفسه. يعني كريستيانو رونالدو بيعمل فرق كبير جدا مع الفريق البرتغالي، وهو مازال ايقونة كبيرة جدا في البرتغال، ودلوقتي طبعا بيقدم كورة ممتازة مع العرب في السعودية. والموضوع دلوقتي ان كريستيانو رونالدو هو يعني جزء كبير جدا مهم في السعودية، وهو هيعمل حاجة ممتازة جدا، وطبعا احنا ما زلنا بنثق فيه وما زلنا بنثق في المهارات بتاعته بتاعت كريستيانو رونالدو. يمكن في كتير من الاراء وانا منهم على فكره، كنا متوقعين انه النجم البرتغالي جواو فيليكس هيكون الامتداد الطبيعي لاساطير الكره البرتغاليه زي لويس فيجو وزي كريستيانو رونالدو من قبلهم طبعا، والقائمه تطول، لكن يمكن مشواره ما كانش ناجح قوي مع اتلتيكو مدريد، واتكرر ده مره تانية مع تشيلسي، واحده من اهم الصفقات اللي ابرمتها اداره البارسا في كاتالونيا الموسم الحالي. ازاي بتشوف قدرات جواو فيليكس على النجاح في نادي كبير زي برشلونه، وتوقعاتك لتجربته في كاتالونيا؟ Com Catalônia, perdão que eu não percebi. Sim, é, a gente estamos falando e que o que que você há? Ah, ok, ok. Sim, sim. João Félix terá aqui uma. João Félix terá aqui uma. João Félix هو عنده فرصة الوحيدة هنا. هو يقدر يعمل جزء كويس جدا في، هو عامل 6 شهور ممتازين، بس هو دي مش يعني مش النهاية ولا هي كأنها البداية. هو حد من اللعيبة العالمية الدوليين اللي احنا برضو بنثق فيه، وبرضو هو يقدر يوري العالم كله قد ايه هو يقدر، واسم جون فيليكس يفضل موجود في العالم كله. انت كنت لاعب في منتخب البرتغال، وبالتاكيد داخل اوضه اللبس تدرك تماما دور كابتن الفريق او قائد الفريق. مين من وجهه نظرك كلاعب دولي سابق يصلح انه يكون خليفه لكريستيانو رونالدو في غرفه ملابس المنتخب البرتغالي المليء طبعا بالنجوم؟ عندنا برناردو سيلفا، عندنا برونو فرنانديز، عندنا جواو فيليكس، عندنا روبن دياش. مين من وجهه نظرك هو خليفه كريستيانو رونالدو في قياده منتخب البرتغال؟ هو ما بيشوفهاش بالطريقه دي طبعا، وجوان فيليكس حاجه وكريستيانو رونالدو ده حاجه تانية خالص. ما نقدرش ان احنا نقارن اي حد بكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو الاحصائيات بتاعته بتقول حاجات اعلى من كده. بيجي طبعا لعيبه مهمه ومميزه، ولكن كريستيانو رونالدو هو هيفضل كريستيانو رونالدو اللي معروف بالعالم كله، زي مثلا فرناندو وجوان سيلفيا، ناس لعيبه كويسين جدا، بس هم ليهم مدارس في اللعب مختلفه تماما، وطبعا هو الموضوع بيبقى صعب عليهم ان هم يظهروا مهاراتهم زي كريستيانو رونالدو ما كان في البرتغال. لكن هو انا السؤال مش متعلق بمقارنه، لانه بالتاكيد صعب على اي حد انه نقارنه بكريستيانو رونالدو، وخصوصا انه اذا كان لسه قدامه مشوار طويل في الملاعب. لكن هو السؤال مين ممكن يكون قائد للمنتخب البرتغالي بعد كريستيانو رونالدو؟ Poderá ser o Bruno Fernandes? Bruno Fernandes. Bernardo Silva. O Bernardo Silva. Neste momento. في الوقت الحالي لو هم كملوا بالطريقة اللي هم بيتلعبوا بيها، بعد كريستيانو رونالدو ما يسيب الفريق الأساسي البرتغال، هم ودياغو كوستا برضو، بس طبعا كل واحد ليه مدرسة زي ما أنا قلت في البداية. وفي الوقت الحالي أنا هقول برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز. طيب هكلمك شوية عن الأندية البرتغالية، وخليني أبدأ مع بورتو ومع أفضل لاعب في الدوري البرتغالي في الموسم الأخير أوتافيو، اللي انتقل
الدوري السعودي، كانت معروف انه الانديه البرتغاليه دايما بتصدر يعني نجومها لاهم الانديه في اوروبا في الدوريات الخمسه الكبرى على وجه التحديد. شايف ازاي تغير البوصله نحو الدوري السعودي، وازاي ده ممكن ياثر على نجوم الكره في البرتغال؟ اخرهم اوتافيو طبعا. تمام، هو احنا بنلعب كلوب بورتو بيلعب طبعا كل سنه في الشامبيون ليج، وهو بيكسب في بعض الاماكن، وطبعا هو فريق كبير جدا واحنا بنلعب فرق اكبر، وده حاجة طبيعية جدا ان لما يبقى في فرق مختلفة ولما كل اللعيبة بتروح اماكن مختلفة ده ما فيش مشكلة، لان هو المكان اللي بيعمل اللعيب، وطبعا كل لعيب بيبقى ليه تفكيره، وعشان كده احنا بنقول ان موضوع ان حد يروح او ان احنا يبقى عندنا لعيبة بنعرف نبيعها للعالم كله دي حاجة كويسة لينا، لان احنا بنخلي المدارس بتاعتنا في العالم كله مش بس في عند العرب، هو مش بس ان احنا بنخلي اللعيبه بتاعتنا يروحوا الدول الاوروبيه عربيه الكلام ده كله، احنا كل اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بنوري مدارس البرتغاليه في العالم كله. طيب وده سهل. هي اجابه دبلوماسيه مش اجابه مباشره واضحه وصريحه، لكن خلينا نروح للانديه البرتغاليه نفسها السنه دي. عايز اخد رايك او اعرف رايك لفرص الانديه البرتغاليه بعد تحديد قرعه بطوله الشامبيونز ليج. الثلاث انديه الكبار في البرتغال بنفيكا بورتو سبورتنج لشبونه، ازاي بتشوف فرصهم في البطوله، وهل من الممكن ان تتكرر مفاجاه بورتو في 2004 بتحقيق اللقب مع اي نادي برتغالي في النسخه اللي جايه؟ Na Liga dos Campeões. Uhum. O grupo da Liga dos Campeões. Sim. Está-me a perguntar o grupo da Liga dos Campeões. Certo? A cara do Soal Tani? Sim, o sorteio. Sim, o sorteio acaba por ser. طبعا القرعه بتبقى مختلفه وبتبقى صعبه جدا وبتبقى جروبات مختلفه، احنا بنتكلم على جروبين على البورتو وبرشلونه. برشلونه دلوقتي في مرحله صعبه مش زي 5 سنين فاتوا، مش زي ما كان جوارديولا، بس طبعا برشلونه اسم برشلونه ده لوحده صعب ان اي حد يعديه، والموضوع ان احنا نتكلم على صعوبه الثلاثه، فهو احنا بنتكلم ان الفرق دي من الفرق المميزه في العالم، وانا في رايي ان الموضوع مش سهل، بس اللي هيظهر نفسه هو اللي هيبقى موجود على الشاشه، وانا من رايي سبورتنج براغا هو اللي هيبقى اقوى، لان الموضوع هيبقى اصعب على ناتالي، لان هو بينافس اماكن وبينافس فرق مختلفه اقوى، بس انا من رايي ان براغا هو اللي هيبقى احسن حاجه. طيب يعني لو كلمت معاك او اختم معاك مره تانية بالمنتخب البرتغالي، رايك في رحيل فرناندو سانتوس عن تدريب المنتخب البرتغالي، وتوقعاتك للمدير الفني الجديد روبرتو مارتينيز اللي تولى المسؤوليه طبعا خلفا لسانتوس؟ مش سهل. فرناندو سانتوس عمل شغل عالمي، وفرناندو سانتوس اسم كبير جدا، هو عنده تكتيك موجود ما حدش عنده في البرتغال، وعامل علامة كويسة جدا في البرتغال. مارتينيز موضوع معاه مش هيبقى سهل زي فرناندو، بس اللاعبين نفسهم هم عارفين
ان السن نفسه مختلف، وعارفين ان فرناند سانتوس مدرسه غير روبرتو، وزي كريستيانو مثلا قد ايه الموضوع كان بيبقى صعب على اللعيبه لما ندخل مدربين مختلفه بمدارس مختلفه، فالموضوع بيبقى اصعب. بس انا من وجهه نظري فرناند سانتوس كان طبعا احسن بكتير، بس طبعا انا رايي الشخصي يعني. دومينيغوس باسينسا نجم الكره البرتغاليه ونجم بورتو البرتغالي ومدرب سبورتنج لشبونه وديبورتيفو لا كورونيا، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق للكره البرتغاليه، وتمنياتي الشخصيه بالتوفيق طبعا لجواو فيليكس في الكامب نو في كاتالونيا مع العملاق الكاتالوني برشلونه، واحد من اللعيبه اللي هبتدي زي ما او اللي تابعوا الحلقه بدايه يمتعك كوره. نرحب بقى بالممتعين المبهجين، واحنا عندنا كلام كتير وملفات اكتر نتكلم فيها معاهم، بلال محسن واحمد مصطفى ضيوفي في السادسه طبعا حلقه الكره العالميه. مساء الخير، طولنا عليكم شويتين، اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك طبعا يا احمد، واهلا بكل الساده المشاهدين. و يعني عرفنا برضه كان المعلومه دي جالي من بلال على الهواء انه ده افضل لاعب في الدوري البرتغالي السنه اللي فاتت، مميز جدا وفرق على فكره في نتائج النصر، عامل مثلث هجومي مميز جدا مع كريستيانو رونالدو. مع انه غريب ان البرتغال بتصدر على طول لاسبانيا وانجلترا، وفي كلام اصلا عليه ان هو ينتقل لبرشلونه، كان مرشح لكل الكبار في اوروبا، ولكن فجاه مره واحده راح النصر. زغللت العينين، زغللت اوكي. انا اعتقد ان رونالدو كان ليه دور. وبعدين برضه انا ببارك لك بمناسبه البرتغالي في كاتالونيا بقى، كانسيلو برضه صفقه مميزه جدا جدا طبعا، ولعيب اتظلم قوي بعد كاس العالم يعني. صحيح. كانسيلو كان واحد من الناس اللي ما كانش حد يتخيل. خد بالك الاثنين دول شخصيه برشلونه، يعني جواو فيليكس وجواو كانسيلو الاثنين كره برشلونه، يعني لو تشابي عارف يطلع منهم احسن ما فيهم هتشوف في اثنين لعيبه كبار جدا. ممكن كانسيلو، فيليكس متخبط جدا الفتره الاخيره، اعتقد ان دي اخر فرصه انه يلعب في نادي كبير في اوروبا، يعني بعد كده ممكن يروح بقى السعوديه تاني. طب رتب يا ابو حميد، لويس فيجو، روي كوستا، برناردو سيلفا، جواو فيليكس. انا عارف هيختار مين. اهو لويس فيجو طبعًا. عشان ايه الريال؟ لا خالص، انا حضرت لويس فيجو من هو في برشلونه وحضرته مع الريال مدريد، هو كان عالمي بصراحه. لويس فيجو كان لعيب، وكمان هو على فكره كان سبب طبعا لسوء حظه، خسر يعني خسر النهائي، هو خسر نهائيين، نهائي مره مع فرنسا ونهائي طبعا مع اليونان. النهائي ده كان في وجود كريستيانو رونالدو، كان ساعتها لسه يعني صغير في السن. لكن لويس فيجو بالنسبه لي لا، لويس فيجو بالنسبه لي كان لعيب غريب، يعني كان لعيب بالنسبه لي قائد اولا. لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، يعني انا كنت حتى بقول دايما ان لويس فيجو ما بتخدش منه الكوره يا الا يعني هيعدي يا فاول، يعني كان من ضمن الحاجات اللي انا كنت دايما فاكرها له كويس جدا، لان انا كنت بتابع كل مباريات ريال مدريد مع فيجو. انت ما شفتوش هنا في استاد القاهره ولا ايه؟ لا شفته طبعا، شالوا واحد جون، شالوا واحد سريع كده في الخفيف صنديه، حط الكوره كده حسام غالي. غالي انا عارف ان رتب عندك ترتيب مختلف يا بلال. لا انا فيجو، وانا كنت واثق ان احمد هيختار فيجو. فيجو في البرتغال حتى الان في ناس بتصنفه ان هو افضل لاعب في تاريخ البرتغال طبعا بعد ايزيبيو، يعني حاطينه مع ايزيبيو مع كريستيانو رونالدو. انا كنت عايز اسال اصلا السؤال ده على فكره، يعني هو سؤال صعب جدا، يعني ممكن الناس تشوفه سهل بالنسبه طبعا في اساطير قبل كده، بس انا مثلا ايزيبيو مثلا بيقولوا عليه كان محصل حكايه، بس انا ما شفتوش بصراحه. زي كرويف، زي بيلي، زي بيلي، اللعيبه دي انا ما شفتهاش، بس كان يعني بيتحكي عليها. لويس فيجو لسوء حظه التتش، تعرف انه التتش يعني طبعا مختار التتش، مختار التتش كانوا يعني الحكايات، ولما تقرا عن مختار التتش بيقول لك كان حاجه خيال، حاجه خيال. بس طبعا الاجيال دي اتظلمت لانه الماتيريال نادره، ما فيش سوشيال ميديا، ما فيش فيديو اساسا. وبعدين بقى بمناسبه فيجو، احنا صفقه القرن في اسبانيا. ماشي يا سيدي، ماشي دي حقيقه. بمناسبه صفقه القرن واسبانيا، انا معايا النهارده واحنا بنتكلم عن قرعه كاس العالم لما نجي لها، يعني فرصه الاهلي في مواجهه الريال لتضييق الفارق. انت عندك في الثلاث شهور اللي جايين دول ثلاث القاب قاريه مهمين، والريال السنه دي شكله كده ايه، دوري ولا كاس يعني. ليه ولا دوري ولا كاس؟ انت مراهن بس على انه بلينجهام يشيل الفرقه طول السيزون؟ لا هو مش بلينجهام، انا دايما رهاني عمره ما كان على بلينجهام. طبعا بلينجهام اعتقد هي افضل صفقه في كل الدوريات ده من وجهه نظري، يعني دي صفقه مميزه جدا، لكن براهن على انشيلوتي. بتراهن على انشيلوتي؟ انشيلوتي. طب هنيجي لكاس العالم، خليني ابدا معاكم بالمعسكر النهارده، ختام المعسكر. الفرقه يمكن ممكن تكون واحد بيتكلم دلوقتي في الطياره راجع ان شاء الله بالسلامه للقاهره. بلال، شايف المعسكر ده اهم الاهداف اللي حققها الاهلي منه، مش بس الماتش يعني، المعسكر ان جنرال، ومنه مباراه امبارح الاهلي كسب فيها بنتيجه 3-1. طبعا
طيب يعني خلينا في البدايه ناخد المعسكر كده على عده مراحل او على عده اوجه. طبعا الوجه الاول زي ما اتكلمنا في الاول الروح اللي كانت في اللعيبه، وتحيه طبعا للنادي واداره النادي والقناه اللي نقلت للناس الاجواء الجميله اللي كانت في المعسكر، الروح الحلوه اللي بين اللعيبه، زياده الانسجام، دخول الصفقات الجديده في الاجواء سريعا. شفنا رضا سليم، شفنا امام عاشور، وشفنا ندفد وصلاح محسن، خلاص كلهم انسجموا في منظومه النادي الاهلي. قدر مارسيل كولر اشتغلوا مع الراجل برضه، ابتدوا يعني يفهموا المدير الفني اللي هيقودهم على مدار الموسم عايز منهم ايه، يشتغلوا على ايه. يعني هو ده كان هدف من اهداف المعسكر ان انت يعني اللعيبه الصغيره زي معتز وزي زعلوك اللي تالق في المباراه الوديه قطع على القريبه ولاعيب مميز، العائدين زي ندفد وصلاح محسن، المنضمين زي امام عاشور. خد بالك المهاجم اللي بيتحرك ده جوه الصندوق انا ارفع له التحيه تقدير واحترام، لان في مهاجمين كتير جدا بيستنوا كرة يعني جوه الصندوق، بيستني كرة تجيله يعني كرة جيله. لا ده اتحرك وقطع على القريبه زعلوك كمان عمل كرة. بس احنا طبعا عايزين برضو بمناسبه موضوع المباراه ان احنا عايزين نقول ان احنا كجمهور النادي الاهلي او اي حد بيقع عليه مسؤوليه، بالظبط زي ما انت بتطالب اللعيبه ان هي تتحمل المسؤوليه في وقت من الاوقات والجهاز الفني، كمان انت عليك مسؤوليه كبيره جدا انك تساعد الفريق. ما ينفعش ان انت الراجل يكون عنده رغبه في عدم اذاعه المباراه لاسباب فنيه. انا شايف من وجهه نظري ان دي المباراه الاصلي، المباراه الوديه الوحيده اللي بيلعبها الفريق. النادي الاهلي دخل عليه وجوه جديده اكتر من وجه جديد، غير الراجل. وارد يكون احنا شفنا امام عاشور امبارح بيلعب في على الطرف شويه، ورضا سليم بيدخل، الراجل مش عايز يكشف اوراقه لفريق اتحاد العاصمه. مع ضيق الوقت مع الغيابات الدوليه كان يجب على اللي تطوع وهو في اعتقاده ان هو بيخدم الجمهور المتشوق لرؤيه النادي الاهلي، كان يجب عليه انه يتحمل مسؤوليته. وجهات نظر يا بص، يعني ما تقدر في الاخر تلوم الجمهور، لانه لو لا مش الجمهور عامه، احنا بنتكلم على اللي تطوع لاذاعه يعني المباراه واغضب الموضوع ده كولر الصراحه. بص في الكلام ده يعني طبعا كل احترام لوجهه نظر مستر كولر، هو صاحب الامر في الاول وفي الاخر، وله مطلق الحريه في اتخاذ ما يراه مناسب لمصلحه الفريق. لكن في النهايه الاهلي كتاب مفتوح للعالم كله، يعني في النهايه العالم كله شايف الاهلي والعالم كله متابع الاهلي. بس في النهايه احنا عندنا كمان 8 ايام مباراه هيظهر فيها الاهلي. اعتقد انه من الوارد جدا يكون في كمان مباراه وديه مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. فطيب ماتش امبارح طبعا في ظل غيابات كثيره جدا، الاهلي قدم اداء طيب وفي نفس الوقت كسب معنويا على الاقل. سيبك طبعا من حسابات المكسب والخساره مش داخله في ماتش زي ده يا احمد، بس في النهايه معنويا فكره انه تشوف امام بيلعب بياخد في المباراه، بتشوف رضا بياخد في المباراه، شايف مكاسب المباراه عموما ايه امبارح؟ لا مكاسب كبيره جدا، يعني انا شايف ان في مكاسب كبيره جدا من المباراه. اولها طبعا من ضمن المكاسب دي ان انت اطمنت على حاله امام عاشور، ان بعض كان في بعض الكلام وفي بعض التصريحات ان امام عاشور غير جاهز وان امام عاشور هيطول فتره اصابته، لكن امام عاشور اطمنا عليه امبارح وظهر كمان بحاله فنيه عاليه، يعني طبعا اخذ جزء من المباراه. كمان رضا سليم، وده السؤال دايما انا كنت دايما معاك يا احمد اتكلمنا فيه، ان رضا سليم هيلعب. انا اسف قطع جاز عشان بيلعبوا صور الكيت السوداء السنه دي، لا مميزه قوي قوي قوي. كيت السوداء السنه دي عالميه، الاهلي بيلعب في دوري ثاني عالميه يعني. صحيح اتفضل. فطبعا رضا سليم، وده السؤال اللي كان محير اغلب الجماهير، وكان هيلعب فين؟ هيلعب فين؟ وانا كنت اتكلمت معاك قلت لك ما ننساش ان رضا سليم ممكن يلعب في رقم 8، وده اللي حصل فعلا، ان رضا سليم لعب جزء المباراه امبارح في رقم 8. ودي تبين كولر الافكار اللي بتدور في دماغه، يعني ان هو بيعتمد على اللامركزيه في الملعب كله. أيوة. فعايز دايما يبقى الكل لاعب. احنا بلال حتى قال ان امام عاشور كان موجود في بعض الاوقات على الاطراف، ووقت كان موجود من داخل الملعب، حتى زعلوك من ضمن مكاسب المباراه. والهدف اللي احرزه هدف بتاع مهاجم رقم 9، المهاجم اللي بيقدر يخطف المدافعين وكمان يتحرك على القريبه وبيقدر يفنش بالطريقه دي، لا طبعا اعتقد ميزه مهمه جدا. وبشوف ان رضا سليم كمان لما اتحرر وراح على الطرف كمان قدر يحرز يصنع الهدف الثالث. وميزه صلاح محسن انا اتكلمت معاك فيها ان انا براهن على صلاح محسن هيكون مفاجاه الموسم القادم مع كولر طبعا، وانه قلت ان التيك اوف بتاع صلاح محسن مميز جدا، يعني هو ممكن الهدف ما ظهرش قوي، لكن اعتقد ان صلاح محسن هيبقى مكسر الدنيا الموسم القادم مع طبعا السكواد كله اعتقد. ففي مكاسب كبيره جدا في المباراه، وامام عاشور بالنسبه لي يعني مكسب كبير جدا جدا جدا، واحد من اللعيبه اللي اعتقد مميزه في الدوري المصري كله، يعني هو خط النص الاهلي كله مكسب كبير جدا، دي حقيقة. يعني ما تقدرش
ما تقدرش تستثني منه احدا. يعني اسكواد الاهلي السنه دي كنت بقول في اول حلقه انه يمكن يكون الاقوى على مدار الاربع او خمس مواسم الاخيره السنه دي يعني. اه فيها طيب حلول كتيره للكولر. صحيح صحيح. طيب انقل من ده لواحد كمان من حاجات اللي يعني النمسا مش دوله كرويا يعني مش 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 من الدول الكبيره في اوروبا يعني، ورغم كده تلاقي جماهير الاهلي برضو يعني لما اشوف مثلا في المانيا في فرنسا في ايطاليا ماشي مفهوم ان الدول دي فيها مصريين كتير ودول اساسا بتاعت كوره، لكن الحاله دي في النمسا برضو يعني بالنسبه لي برضو كانوا بيحتفلوا امبارح كمان بالمكسب طبعا. لا يعني يمكن جمهور النادي الاهلي معودنا دايما ان هو في ظهر النادي، يمكن كمان شفنا النهارده بعض الروابط في السعوديه وعدت ان مباراه السوبر الافريقي الاستاد هيكون ممتلئ للعدد الجمهور. لا جمهور الاهلي جمهور الاهلي في المنطقه العربيه بالظبط وفي اوروبا كمان يعني الحاله جميله جدا طبعا. انا النهارده بالمناسبه كده يعني خبطت في فيديو من الفيديوهات واحد تونسي من باب سويقه بيشجع، مش عارف شفت الفيديو ده ولا لا، بيشجع الاهلي فبيكلموا معاه في انترفيو على في التلفزيون هناك في تونس، فبيقول واحنا كسبناكم في هنا في ملعبكم، فالراجل بيقول له انت بتتكلم على ايه؟ هو راجل فاكره بيشجع الترجي المقدم يعني، فبيقول له انا بشجع الاهلي المصري، قال له ازاي بتشجع الاهلي المصري ده انت بس انت هو قال له لا الاهلي المصري بالنسبه لي فالقصه تعدت كمان حدود المصريين يعني، شكل الاهلي مستوى الاهلي منظومه الاهلي النهارده بقيت تقدر تقنع بيها مشجعين كوره في دول ثانيه جميع العالم. بالظبط علشان كده احنا امبارح لما اتعملت قرعه كاس العالم للانديه انا قلت يا جماعه كل الفرق سواء فرق عربيه فرق افريقيه يمكن كمان كبار الفرق اللاتينيه واحنا تاريخنا مع فرق امريكا الجنوبيه في كاس العالم للانديه مميز جدا، كله بيعمل لك حساب وكله بيعمل لك الف حساب كمان. فالنادي الاهلي لا النادي الاهلي الفتره الاخيره طبعا استاذ ايهاب الخطيب موجود في المعسكر بيوثق 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 مستنيين مستنيين الفلاشه لما يرجع لا يعني هي اجواء جميله طبعا من الجمهور ومن المصريين اللي موجودين ازروا الفريق ادوا له الدافع المعنوي اللي بيحتاجه الفريق في بدايه الموسم، بالاضافه بقى طبعا للدوافع الفنيه المتمثله في المكاسب العديده اللي كانت موجوده. دي جماهير كبيره يا جماعه، ده مش عدد قليل يعني ترتقي يعني من 5 ل 10,000 اعتقد يعني الاعداد اللي كانت، وكانت والناس دي ممكن على فكره جزء كبير جدا منهم يعني مش بس جاي من النمسا بالظبط يعني او من فيينا يعني ممكن يبقوا جايين من الدول اللي حوالين النمسا اعتقد في ممكن تبقى سويسرا ممكن تبقى المانيا يعني ممكن لان انتوا عارفين الحركه في اوروبا بتبقى سهله يعني فلا يعني انا اعتقد ان المعسكر كان كله لا وجمهور جمهور يعني مش ناس بص يعني هم حريصين كمان ان هم يرتدوا التيشيرت بتاع شمال النادي الاهلي تلتة شمال صحيح وعلام النادي الاهلي والحاله تلتة شمال قوي ده الحاله يعني عملوا حاله بصراحه صحيح حلوه جدا صحيح. اضافت كمان للحاله اللي كان عليها اللعيبه والجهاز الفني اعتقد ان ده ان شاء الله كمان لما نرجع الفريق للقاهره هو الراجل ده واضح خد بالك سعيد جدا خد بالك المحترفين كمان لما بييجوا يشوفوا يعني انت متعود دايما لما بتلعب على ارضك انك تبقى وسط جمهورك، لكن لما تبقى بتطلع في كل حته تلاقي مدرجات مليانه او تلاقي جماهير بتستقبلك في المطار برضه ده بيحسسك بانك انت يعني بتنتمي لواحد من اكبر انديه العالم. مش انديه كتير على فكره على مستوى مش افريقيا على مستوى العالم عندها جماهير في كل حته. بلاش طبعًا الكلام في موضوع الشعبيه ده عشان احنا يعني لما بنتكلم في موضوع الشعبيه وبنتكلم بالدلائل وادينا بنشوف النادي الاهلي انا مش محتاج اثبت حاجه لحد بالظبط يعني هو انا 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 لما بقول حاجه مش محتاج اثبت حاجه لحد يعني احنا يعني كل حاجه واضحه، ولكن طبعا انت عارف اثاره الجدل، ولكن جمهور النادي الاهلي ما بيديش فرصه ما بيتاخرش دايما في الموعد في مصر بره مصر في اوروبا في كل الدول صحيح ورا النادي الاهلي، وده على فكره هيكون دافع كبير جدا للنادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله في منافسات كاس العالم للانديه ايضا اللي هتقام. هنيجي لكاس العالم. طب تعالى نروح لخدتنا لكاس العالم، والحمد لله زي ما قلت في اول حلقه انه القرعه الى حد كبير خدمت النادي الاهلي. انت كنت بتتمنى نبعد عن بطل اوروبا. انا شايف ان مشوار الاهلي نحو المباراه النهائيه اي حد ممكن تقابله باستثناء بطل اوروبا، دي فرصتك الوحيده انك انت تبلغ المباراه النهائيه. اي فريق على سطح الكره الارضيه باستثناء بطل قاره اوروبا الاهلي يقدر يتخطاه. لا الاهلي يقدر يتخطاه، الاهلي بالفعل تخطاه. احنا ما فيش بطل في اي قاره على مستوى الكوكب ما فزناش على البطل بتاعها. صح. امريكا الجنوبيه فزنا على بالميراس، امريكا الشماليه فزنا على مونتري وعلى سياتل ساوندز، اسيا فوزنا على الهلال والدحيل، يعني مفيش قاره ما الاهلي ما عداش عليها، الوحيد اللي بيبقى فيه بلوك
ولولا بس يعني بس هو بلوك منطقي يعني. بس انت مثلا في كاس عالم الاخراني انت كنت قريب قريب يعني كنت قريب الريال ريال بس انت كان ممكن جدا. فبالتالي القرعه خدمتنا. تعالوا نشوف قرعه كاس العالم للانديه اللي ان شاء الله هتستضيفها السعوديه في شهر ديسمبر القادم. دي القرعه. المباراه الاولى بين الاتحاد واوكلاند سيتي، الفايز منها هيلاعب الاهلي ان شاء الله باذن الله. وطبعا الاغلب هسمع رايكم فيها، اتحاد ولا اوكلاند؟ اتحاد طبعا. الاتحاد طبعا. الاتحاد طبعا. طيب يبقى الاهلي والاتحاد غالبا يعني. الفايز من الاهلي والاتحاد، عندنا الناحيه الثانيه في كلاب ليون وفي اوراوا ريدز، ده اللي هو بطل قاره اسيا. فريق ياباني. هيلعبوا بعض. الفائز بمباراه الاهلي والاتحاد غالبا هيواجه بطل كوبا ليبرتادورس، بطل امريكا الجنوبيه. هنشوفهم دلوقتي. والفائز من كلاب ليون واوراوا ريدز هيقابل مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي، اللي هو غالبا هيبقى مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي. طيب اخدكم من قرعه كاس العالم قبل ما اسمع تعليق احمد وبلال عليها، ونروح لموقف بطوله امريكا الجنوبيه دلوقتي، كوبا ليبرتادورس. مين الاربع فرق اللي وصلوا للمربع الذهبي او للدور قبل النهائي، عشان نعرف مين الفريق منهم او المرشح منهم اللي ممكن الاهلي يواجهه. ده الموقف دلوقتي في كوبا ليبرتادورس، الموقف في بطوله امريكا الجنوبيه. عندنا فلومينيزي في مواجهه انترناسيونال، وبوكا جونيورز الارجنتيني في مواجهه بالميراس. الاثنين دول هيلعبوا مباراتي الدور قبل النهائي، اثنين منهم يصعدوا للنهائي، واحد منهم يفوز بالبطوله يقابلنا. اخلص من كوبا ليبرتادورس، تتمنى مقابله مين يا احمد؟ يعني مش اتمناش، اتمنى مواجهه يعني. انا اتوقع ان بوكا جونيور اللي هيكسب من بوكا جونيور، وبالميراس هو اللي هيكسب، هو اللي هيتاهل يعني. هو يعني اللي شايف انه الكفه اللي تحت اتقل من الكفه اللي في الفريقين يعني. الفايز من بوكا وبالميراس شايف ان هو بطل هو كوبا، بطل خاصه ان كافاني موجود في بوكا جونيور، فاداهم اضافه قويه جدا يعني والله. بالمناسبه انترناسيونال ده في دور الثمانيه مطلع بوليفار اللي بيلعب فيه برونو سافيو. بلال، انا شايف ان مواجهه بوكا جونيورز وبالميراس هتبقى مباراه تقيله جدا. الصاعد منها اعتقد ان يعني مباراه فلومينينسي وانترناسيونال، اعتقد ان فلومينينسي هيفوز وهيصعد، هيبقى عنده فرصه في المباراه النهائيه. انا يعني اتوقع فلومينينسي هو اللي هيتوج، اتوقع مش متأكد. بالمناسبه انترناسيونال واجهناه في كاس العالم قبل كده لما كان بيلعب معاهم الكسندر باتو. بالظبط. وبالميراس قابلناه مرتين، مره كانت الغلبه لينا كانت برونزيه بركلات الترجيح، ومره الثانيه اللي كنا رحنا البطوله طبعا ناقصين، وعبال ما الدوليين رجعوا والقصه والحكايه فخسرنا المباراه. عندنا لاعب محترف كمان في فلومينينزي، لاعب جزائري اسلام سليماني. اسلام سليماني بيلعب في الدوري. انا افضل بالميراس بصراحه، لانه في مواجهات سابقه فما فيش الرهبه. يعني مش عارف بالميراس اصلها يعني، هي بقالها كذا سنه هي اللي بتروح، فما اعتقدش ان في وجود بس انا اللي اكيد مش عايزه بوكا جونيور. انا يعني لان هم يعني اللي اكيد مش عايزه بوكا جونيور. روح مارادونا هتحضر قصه كده. هم عندهم دوافع وعندهم عنف في طريقه اللعب غريبه في الدوري الارجنتيني يعني. صحيح. شايفين المشوار ازاي، وشايفين فرص الاهلي في في الوقت انت طبعا هيبقى عندك قبل بطوله كاس العالم عندك بطوله سوبر ليج اللي هو افريقي، وعندك تمهيدي بطوله دوري الابطال، وعندك سوبر افريقي وشويه ماتشات محليه. وبالمناسبه لما اجي استعرض مشوار كاس العالم معاكم، لعيبه الاهلي هتغيب عن المشاركه في مصر من 20 اكتوبر ل 21 نوفمبر، شهر كامل لعيبه الاهلي مش هتلعب فيه ماتشات محليه، ده غير ماتشات دوري الابطال. اجنده صعبه جدا جدا. يعني يمكن النادي الاهلي عنده ثلاث محافل قاريه مهمه جدا جدا، بدايتها يوم 15 ان شاء الله امام اتحاد العاصمه في مباراه السوبر الافريقي، اللي الفوز بيها هيعتبر دافع وخير يعني افتتاح النادي الاهلي، يفتتح الموسم بتاعه ببطوله قاريه هتفرق جدا معنويا وفنيا مع مجموعه اللعيبه دي. وان شاء الله احنا هنتناول دلوقتي شرح فريق اتحاد العاصمه. تمام. البطوله الثانيه طبعا، وبعد ما القرعه وقعتنا مع سيمبا التنزاني، مباراة مش سهلة. احنا اتكلمنا عن سيمبا الحلقة اللي فاتت وقلنا ان هو فريق مميز وليه فلسفة لعب، عنده ملعب كمان بيبقى مليان دايما بالجمهور، وفريق قدر قبل كده ان هو يعني يصدر صعوبات للنادي الاهلي، فدي منافسة صعبة. طبعا كأس العالم للأندية ومواجهة شبه مؤكدة مع امام اتحاد جدة المدجج طبعا باللاعبين والمحترفين بعد تطور الدوري السعودي، فالنادي الاهلي بتنتظره تحديات كبيرة ومهمة جدا.
ثلاث تحديات مباشره وتحديات اخرى طبعا ما بين محليه وما بين ادوار تمهيديه لدوري الابطال. اعتقد ان كولر عامل حسابه كويس جدا. سكواد النادي الاهلي زي ما اتكلمت وقلت يا احمد ان سكواد النادي الاهلي الحالي ان شاء الله يقدر يساعد المدير الفني ان هو يطلع بافضل النتائج علشان نستمر على نفس منوال الموسم الاستثنائي الموسم الماضي. شايف ازاي قرعه البطوله ولاي مدى تخدم فرص النادي الاهلي في الوصول للمباراه النهائيه يا احمد؟ لا شايف قرعه البطوله طبعا نموذجيه بصراحه للنادي الاهلي لان احنا يعني زي ما اتفق معاك تماما ان احنا ابتعدنا عن بطل اوروبا. واعتقد ان اتحاد جده اذا كان اتحاد جده واحد يعني الفرق الاربعه اللي احنا استعرضناهم بالتاكيد اي فريق فيهم فريق تقيل في مشوار النادي الاهلي لوصول المباراه النهائيه، هل يقدر وازاي يقدر الاهلي يتخطى العقبتين؟ خلينا نعترف وندي اتحاد جده اولا طبعا على ارضه وسط جمهوره، ثانيا فريق مدجج بالنجوم، وايضا بطل امريكا الجنوبيه لازم تحط له او يعني تعمل له مليون حساب، لانه في النهايه ايا كان واحد من الاربعه دول يعني كائنا من كان هيكون طبعا فريق ليه تقله وليه وزنه. بالنسبه لي مباراه اتحاد جده هي مباراه فاصله لان هي المباراه انا اعتقد ان مكسب مباراه اتحاد جده هيوصلنا للمباراه النهائيه مع احترامي طبعا لبطل. شايف ماتش اتحاد جده اصعب من مباراه بكتير. لان خاصه انت هتلاعب اتحاد جده على ارضه، انت لسه بتتكلم على ارضه، وخاصه كمان هو مليان نجوم. يعني لو بصينا للنجوم في اتحاد جده وهتيجي تقارنها بالنجوم الموجوده في بطل امريكا الجنوبيه اعتقد ممكن اتحاد جده يبقى اقوى. لكن النادي الاهلي قدام اتحاد جده الانديه السعوديه بالرغم من اللعيبه الكتيره والنجوم، الهلال السنه اللي فاتت وصل نهائي كاس عالم بالظبط ولعب جيم كبير جدا على فكره قدام تشيلسي قدام هو قدام تشيلسي لا ريال مدريد ريال مدريد قدام ريال مدريد قدام ريال مدريد لا هو كان لعب المواجهه الاولانيه قدام 1-0 لوكاكو لحظه الهدف صح فطبعا لا اتحاد جده او مباراه الاهلي واتحاد جده اعتقد هي مباراه هتبقى قويه جدا ليها طابع مختلف. النادي الاهلي برضو برغم من النجوم الكتيره في اتحاد جده وفي السعوديه لكن اعتقد النادي الاهلي ليه هيبته والنادي الاهلي ليه شخصيته وبتعمل له الف حساب. يعني مهما تكون اتحاد جده مليان نجوم لكن يظل النادي الاهلي صحيح. بقيمته الكبيره وهو ثاني نادي اكثر مشاركه في كاس صحيح. العالم للانديه. رومارينيو بالمناسبه انا كنت شايفه واحد من اهم لعيبه اتحاد جده راح الشباب السعودي كانت حاجه خطوه غريبه جدا. انا امبارح بالمناسبه دخلت على صفحات النادي الاتحاد جده كده بتصفح لا مش ممكن الجمهور حزين جدا 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 هاشتاجات وكومنتات ارجوكم بلاش رومارينيو يرحل لا ترحل يا روما حزن كبير جدا واستغراب كبير جدا الا لو اللي هيعوض رومارينيو تعتقد انه لسه الاحتمال قائم لحد بكره انا لحد دلوقتي لغايه لما يقفل باب القيد لما يقفل باب القيد بكره الخميس اخر يوم لسه ما زال يساورك الشك بس هو يعني لسه فيها موضوع كلام. انا موضوع صلاح بالنسبه لي انا معايا خبر النهارده بس انا يمكن عشان عديت الاخبار انه اداره ليفربول ابتدت تفتح قنوات اتصال مع كيليان امبابي تحسبا لرحيل محمد صلاح. قال لك في نادي اوروبي ينافس ريال مدريد على ضم امبابي. انا عندي مش عارف عندي احساس كده ان خاصه ان لسه اداره الاتحاد جده بارد قوي ده دوش بارد قوي دي هتبقى مفاجاه الموسم مفاجاه الموسم صراحه في اخر الساعات ممكن تكون سسبنس متعمد ممكن يكون فعلا الموضوع اتقفل لان صلاح هينضم لمعسكر منتخب مصر بالمناسبه النهارده طيب. فمش عارفين تعالوا نروح لاتحاد العاصمه واتحاد العاصمه طبعا مباراه قربت جدا انت بتتكلم على الجمعه مش زي بعد بكره كده اللي بعده على طول فبتتكلم على 8 ايام وعايزين نقول مستجدات لانه الفريق حصل فيه تغييرات كبيره جدا على مستوى الراحلين او على مستوى الوافدين وخصوصا ان في نجوم كانت اعمده اساسيه في الفريق رحلت بالفعل عن صفوف اتحاد العاصمه. تعالوا نشوف تصريحات المدير الفني لفريق اتحاد العاصمه وتوقعه او رؤيته لمواجهه الاهلي في مباراه السوبر الافريقي. عبد الحق بن شيخه المدير الفني لفريق اتحاد العاصمه وهنستعرض مع حضراتكم السي في بتاعه، السي في محترم جدا، فريق او مدرب ومدير فني قدر يحط اقدامه ويثبت اقدامه في افريقيا وليه تجارب كثيره جدا ناجحه وحصل على عدد كبير من الالقاب وخصوصا في دول شمال افريقيا. نشوف تصريحاته ونرجع نسمع تعليقات بلال واحمد. والله شوف هي مباراه استعراضيه راهو قيمتها هي مباراه استعراضيه. لازم احنا نسوقوا للفوتبول الجزائريه بهذه المباراه. نسوقوا ان لو جوار الجزائري يقدر يلعب في اجواء اخرى في خارج البلاد او عنده امكانيات
وعندنا الوطن الالجيري عنده الامكانيات، وان الجمهور الجزائري عنده الامكانيات، نحاولوا نسوقوا الكره الجزائريه والكره الافريقيه بخصوص اللي احنا ديزيكيب افريكان وديزيكيب عرب. يعني دركا اون جوي لو اهلي دوكار، لو اهلي دوكار ما يشقاش نحكي على تاريخ الاهلي تاع القاهره، وما نبقاش نحكي على الكؤوس اللي خداها الاهلي قاهرة. احتراما للنادي واحتراما للشعب المصري واحتراما واحتراما واحتراما، لكن حنا اللي اسمعوسي حنا نحاولوا باش نفرضوا رواحنا. انا هذا هو المعيار ديالي بيني وبين ليكيب تاعي، هذا هو لو ماتش ريفيرونس. تلعب الاهلي المصري ما تلاقاش معاه كل يوم، لكن لازم في الماتش هذا لازم تكون يكونوا دي كومبيتيتور، تكون فريق منسجم، تكون اراده، تكون عزيمه، مهما كيفاش راح تكون الصوره تاع تاع لو ريزولتا فينال. حنا نتمنوا نربحوها، وهذا رايحين باش نربحوها، هذه هي ليدي، سينو ما نروحوش. لا نبقى نحكي دوك على لكن لازم في الماتش هذا لازم تكون يكونوا دي كومبيتيتور، تكون فريق منسجم، تكون اراده، تكون عزيمه، مهما كيفاش راح تكون الصوره تاع تاع لو ريزولتا فينال. حنا نتمنوا نربحوها، وهذا رايحين باش نربحوها، هذه هي ليدي، سينو ما نروحوش. لا نبقى نحكي دوك على القوه تاع مصر تاع الاهلي المصري، ان الاهلي المصري قوي والفرق وكذا واللاعبين قويين والانسجام قوي والانسجام، ما نروحوش خير ياك. حتى حنايا لازم نحكيو على رواحنا، واش حنا نعملوا باش نكونتريو هاد ليكيب، ما هو العمل اللي نديرو انا اعوذ بالله من كلمه انا، يعني اللي نديرو حنا اللي اسماء باش نوقفوا الند للند لهذا الفريق. كي تروح بليدي هذه دوكا سا امبورت بو اللي تربح او تخسر، هذيك سي تو نوتر بير دو مونش. انت عندك ليدي ماشي باش تثبت روحك، ماشي باش تهيمن، ماشي. وسي تا ماتش اللي اللاعب يشوف القيمه تاعو الفرديه. كي تلعب الاهلي المصري، تلعب ضد الاهلي المصري، تشوف لا فالور تاعك انديفيديوال واش تسوى انت، وانا نشوف لا فالور كوليكتيف واش تسوى لي اسماء. هذه هي ليدي، هذا هو الشعار اللي نمشوا به. دوكا الاهداف باش تقول لي الاهداف، راح نقول لك انايا معليش الاهلي المصري، الاهلي المصري على الورق هو مترشح بقوه على الورق، ياك على الورق، لكن سير ان ماتش سير 80 مينوت. لا لا مو جو سوي سور، انا دائما في الـ في الـ في هذو لي مومون وين تاع لي كرون زيفينمون لي مومون، انا دائما نقعد بيان في راسي، لانك قلت لكم انا راني جو سوي لو ميروار دي جوار، انا هو مراه اللاعب. اللاعب الوقت يخزر فيها في كذا يشوف، اذا شافني انا مقلق واش راح يكون مقلق، اذا شافني انا بيان في راسي راح يكون مليح في راسه. انا نتمنى نعطي ليماج، نعطي الصوره للاعب تاعي، نعطيه الصوره تاع مدرب مرتاح ماشي يلعب مباراه ماهيش موت او حياه، لكن مباراه تاع سوبر سوبر كوب، سافو دير مباراة عرس كروي كبير تاع افريقيا، كما يصرى في سوبر كوب دوروب، كما يصرى. نتمنوا نربحوها، وهذا مشروع، هذا حقنا مشروع، هذا حلمنا مشروع. نتمنوا نزيدوا نديو كوب الخزينة تاع النادي، وزيد لو بلو بو سيكو نديوها في بداية الموسم، يعني نبداو بها. هذه حاجة ربي كريم، ربي كريم، ان شاء الله ربي الناس يدعوا لنا، وحنا لي زيفور راح يكونوا، راه اتاكد باللي راح نتقاتلوا الا اخر عرق ولا اخر الاخر باش نحاولوا. جبنا جبنا، ما جبناش على الاقل نديو لا ريكومبونس تاع المحاوله اللي درناها، وان شاء الله ربي كريم ان شاء الله. مدرب كبير ليه اسمه، ليه مكانته، تحترمه جدا وتحترم كل تصريحاته، فيها تقدير كبير جدا. هو مدرك الحقيقه في كل كلامه اللي اتكلم فيه على الاهلي مصر، مدرك تماما لحجم ولقيمه النادي الاهلي، ولكن النوع ده من المدربين هو اللي انا عامل له مليون حساب. يعني
يعني في مدربين يقول لك جئنا لنفوز على النادي الاهلي في ارض على ارضه وسط جماهيره، او جئنا لنحقق لقب السوبر الافريقي ولنضيفه، لكن الكلام ده يقول لك انك انت قدام مدير فني محترم جدا لازم تعمل له الف حساب، وخصوصا انه صاحب تجارب كتير جدا ناجحه، حقق لقب الكونفدراليه مرتين، حقق لقب السوبر. على فكره هو كان مدرب نهضه بركان في النسخه اللي فاز بيها نهضه بركان على الوداد في السوبر الافريقي، ده اول سوبر يحققه، وخد بطولات في الجزائر وخد بطولات في المغرب وخد بطولات في تونس، فمدرب عنده شخصيه البطل. تصريحاته كمان في طريقه تعامله مع لاعبته بتهيألي لا يعني لازم تعمل طبعا دي بطولات. اتفضل يا بلال نستعرض اول بطولات عبد الحق بن شيخه يعني المدير الفني لنادي اتحاد العاصمه. طب يعني يمكن هو خد حقق لقب الدوري التونسي مع الافريق التونسي مره واحده، وحقق الكونفدراليه طبعا الاخيره مع اتحاد العاصمه الجزائري، ايضا حصل على كاس المغرب مع الدفاع الحسني الجديدي، وعنده سوبر افريقي مع نهضه بركان، واخيرا فاز بالدوري الجزائري مع شباب بلوزداد مرتين. طبعا مدرب عنده نجاحات متمرس في شمال افريقيا، عنده يعني نجاحات بالظبط في الثلاث بلدان يعني جزائر مغرب تونس، فاز في الثلاث بلاد بالقاب. ممكن تصريحاته يعني عشان نقف عندها ما نقفش عندها كتير، هو اتكلم في الاول ان المباراه بالنسبه له استعراضيه وشو، ان احنا عايزين نبين الكره الجزائريه، ولكن في الاخر هو عبر عن الوجه الحقيقي، قال لك احنا هنقاتل لحد اخر لحظه، احنا من حقنا وان احنا نحلم بالفوز وهنعمل كل اللي في وسعنا عشان نفوز. شأنه شأن أي مدرب وشأن أي فريق داخل بيلعب مباراة بتتلعب من 90 دقيقة، الفرص فرص أي مباراة بتقام على مرحلة واحدة فقط هي 50-50 على الورق وعلى الأرض 50-50، بعد كده بتتوقع. احنا شفنا الانتر والسيتي في مباراة الفاينل كله كان بيقول اكتساح للسيتي، ولكن على أرض الملعب فاجئنا انتر ميلان أنه عمل مباراة كبيرة وفاز السيتي بصعوبه. فدايما مباراه المباراه مش انا مش هلال اللي دخل هو ما راحش غير بكره لاوتارو ولوكاكو ودومبي، ارهق السيتي، ارهق السيتي، خلاك قاعد المباراه الكبيره دي، حسيت انه كان حاطط السيتي في الصندوق، خلاك قاعد حاطط ايدك على قلبك لحد النهائي. نفس الكلام السوبر الاوروبي 1-1 وركلات ترجيح. فانا اقصد اقول لك ان المباراه اللي بتقام او البطوله اللي بتقام انت بصراحه انا انت حظك ان السيتي موجود، حظك ان السيتي موجود هنا وهنا، ولكن مباراه البطوله المباراه الواحده دايما الحظوظ بتبقى قريبه جدا، ويمكن ده اللي واضح في كلام عبد الحق بن شيخه ان هو عنده حظوظ وعنده فرص طبعا مهما حاول ان هو يعني يعمل زي كابتن محمود الجوهري اللي كانت ذكراه بالمناسبه من من كام يوم، يعني نتمنى له الرحمه يا رب، لما راح في 98 قال احنا رايحين نجيب مركز 13 بالظبط وراح خد البطوله، من احلى البطولات اللي لعبها منتخب مصر طبعًا. في تاريخ مشواره في بطولات افريقيا. عندك تعليق ولا نخش على اتحاد العاصمه نيو لوك؟ يعني سريعا بس اقول تعليق بعد كده ادخل يعني طبعا انا شوف السي في بتاع المدرب طبعا عبد الحق بن شيخه، اعتقد بيبان ان احنا قدام مدرب مش سهل، يعني مدرب ذكي جدا حسيته شويه اسلوبه قريب من موسيماني بالظبط، يعني اللي هو يعني عايز ينايم النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي خلاص يعني كولر الكلام ده ما بيتفهمش، يعني كولر واقعي جدا وبيتعامل بجديه مع كل المباريات، وكل المنافسين بالنسبه له كلهم شبه بعض. أيوة. فهو يتعامل مع الامور بجديه، وده دي بس دي الفرق بالمناسبه احمد اللي انت وانت بتتكلم، دي الفرق اللي دربها عبد الحق بن شيخ، مش الفرق اللي توج معاه، يعني الفرق اللي استعرضها بلال دي الفرق اللي توج معاها او اللي وصل معاهم لمنصه التتويج، لكن مشواره او السي في بتاعه لا سي في قوي، سي في قوي جدا، متدرب فرق كبيره جدا في يعني رجاء كازابلانكا ما فاز معاهم، فريق درب وفاز طيف كمان وملودية طهران الجزائري والرجاء ده ضرب الرجاء المغربي ايضا واتحاد طنجر برضو واتحاد كلبة اتحاد طنجة اتحاد الليبي والافريقي التونسي، يعني سي في محترم بصراحة، سي في محترم كمان لمدرب افريقي مدرب جزائري افريقي بالزبط. يعني انت عارف لو مدرب خبر اجنبي ممكن السي في ده يبقى طبيعي بالظبط، لكن واعتقد كان ليه تجربه كمان مع منتخب الجزائر تحت 20 وتحت 17 منتخب الجزائر وام صلال ده في قطر اعتقد في قطر السي في بتاعه قوي، يعني يخليه يدرب في اي نادي فيه، تدرج في كل منتخبات الجزائر، يعني منتخب اول، منتخب تحت 23، منتخب اولمبي، منتخب شباب، لا سي في الحقيقه. وعايزين نقول لاحمد ان هو بيعمل بصمه، يعني الراجل محقق بطولات، فدي برده مش قليل جدا. المدرب اللي هو يدرب في افريقيا ممكن يكون في مدربين كتير كويسين، لكن المدرب اللي يسيب بصمه دي اعتقد قليله. صحيح، بس عنده تحدي كبير برده، لانه انت بتتكلم عن عدد كبير جدا يا احمد من اللعيبه، يعني بطل الكونفدراليه اتحاد العاصمه
اللي شفناه قدام يانج افريكانز في النهائي مختلف تماما عن اتحاد العاصمه اللي هيلعب مع الاهلي في السوبر، لانه بنتكلم عن عدد كبير من الراحلين ومنهم مجموعه من اهم النجوم يا بلال. يعني يمكن ابرز الراحلين عن تشكيله عبد الحق بن شيخه طبعا وفريق اتحاد العاصمه ايمن محيوس اللي احرز 6 اهداف وكان هداف الفريق في الدوري واحرز 3 اهداف. يا ريت لو تجيبوا لنا قائمه اللاعبين اللي رحلوا على عشان نتابعها وبلال بيتكلم. اللاعبين الراحلين عن فريق اتحاد العاصمه اللي مش هيظهروا مع الفريق في مباراه الاهلي في السوبر ان شاء الله. ايمن محيوس طبعا زي ما قلنا واحد من هدافي الفريق رحل عن الفريق. عندك مصاله مرباح دوت لعيب كويس قوي، كان لعيب رقم 10 وكان مساهم معاهم في التتويج ببطوله الكونفدراليه. ايمن محيوس راح سويسرا. راح سويسرا. عندك طبعا الحارس اللي هو محمد لامين زيماموش، يمكن اسمه كان بيتردد كتير في اللعب لعديد الانديه الجزائريه محمد لامين زيماموش، ولكن اسامه بن بانوت طبعا الحارس الاساسي دلوقتي لفريق اتحاد العاصمه عامل اداء كبير جدا. فرحل زيماموش مع الراحلين. كمان ايضا عبد الرحمن ميزيان، وده لاعب بيلعب ليفت وينج، لاعب مؤثر ايضا في مسيره الفريق الموسم الماضي. يعتبر دول ابرز الاسماء، يعني احنا عندنا حوالي تقريبا 10 لعيبه رحلوا، ولكن ابرز الاسماء ايمن محيوس وميزال. لا اكتر، احنا عندنا الراحلين 14 لاعب من قائمه الفريق، منهم نجوم مؤثرين. يعني دول الابرز الفريق. الابرز طبعا ايمن محيوس ومصاله مرباح وعبد الرحمن مزيان، الثلاثة دول كانوا اساسيين بالفعل في تشكيله اتحاد العاصمه الموسم الماضي، معاهم طبعا زيماموش وعبد الحكيم زوري وعبد الرؤوف عثماني، كل دول لعيبه رحلت عن. طيب نروح لمصطفى، اللعيبه اللي جت بقى يعني عوضوا ال 14 دول بعدد كبير من الصفقات، ودي نقطه التحدي اللي كنت بكلم عليها لعبد الحق بن شيخه، انك داخل بسكواد تقريبا نصه جديد عليك ورايح في اول مباراه تلعب في مواجهه الاهلي المصري في بطوله سوبر افريقيا، فبالتالي نخلي الاسماء معانا عشان نستعرضها مع احمد، ولو انت تعرف مين منهم يعني. انا طبعا اغلبهم ما اعرفهمش. الملفت بس في الراحلين ان كلهم مشوا فري ترانسفير. فده ملفت جدا، انتقال حر، وبرده واللي جه برده جاي فري ترانسفير. فده واضح جدا ان هم يعني جابوا اكيد السكواد بالنسبه لهم او تغيير الجلد انه اكيد لعيبه افضل من اللعيبه اللي مشيت، وده طبعا لمباراه السوبر هم عاملين لها اهميه كبيره جدا 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 جدا. فاعتقد سكواد مباراه السوبر هيبقى مختلف زي ما انت قلت يا احمد، وكمان احنا بنتكلم في ان هم اعتقد برضو عايزين في دوري ابطال افريقيا يبقى بينافسوا، خلاص الطموح اكيد اختلف معاهم. طبعا في اسماء من دول، محمد امين بوزين طبعا، بوزيان ده وينج شمال، وينج شمال جايبينه 27 سنه من اتحاد المنستيري. كمال صوفي جول كيبر من برضو من الدوري الفرنسي، راح الدوري جايبينه من الدوري الفرنسي ام سي اوران. عمر امبريك من اغلبهم لعيبه محليه، ما فيش غير سيكو كوناتي اللي هو الوسط المهاجم، دول ده من مالي، من استاد مالي برضو، من ومن جوليبا المالي برضو لاعب اللي هو وسام بركات عبد الله كانو. احنا عايزين بس نقف هنا، عايزين نقف عند الاثنين اللعيبه الاخرانيين اللي هم من مالي. من مالي احنا مالي عارفين طبعا ان مالي والجزائر يعتبروا من دول الجوار، والدوري المالي دايما بيصدر لاعبين للفرق الجزائريه، وابرزهم اليو ديانج. بالظبط، انا عايز اقول لك ان عبد الله كانو اللاعب الاخير اللي انتقل لاتحاد العاصمه جاي من نادي دوجليبا المالي، وكان ده النادي اللي كان بدا فيه اليو ديانج. بالمناسبه كان بدا في دوجليبا قبل ما ينتقل لمولوديه الجزائر ومنها للنادي الاهلي، فواضح ان هم مركزين او الفرق الجزائريه مركزه مع اللعيبه اللي بتنتقل لهم من الدوري المالي. طيب خليني سريعا قبل ما ابص على ماتش مصر يوم الجمعه اخدكم واخد كل اللي بيتابعونا في السادسه لاثنين من النجوم الصاعده الواعده اللي ان شاء الله راهن على ان هم يثبتوا وجودهم مع الاهلي الموسم ده، كريم الدبيس ومعتز محمد. كريم الدبيس اللي هيكون ليه دور كبير جدا في ناحيه الشمال مع علي معلول، ومعتز محمد اللي الكل حقيقه اشاد بيه وبظهوره مع النادي الاهلي الموسم الاخير مع كولر، وتعتقد انه ممكن تراهن على ولاده نجم جديد الموسم الحالي. تعالوا نشوف الاثنين قالوا ايه في السادسه. مين اللي جاهز معانا الاول؟ طيب هنشوف معتز محمد وكريم الدبيس مع بعض ونرجع لحضراتكم.
كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم وتغطيتنا الأجواء معسكر استعداد النادي الأهلي للموسم الجديد هنا في النمسا. دائما في قطاع الناشئين في النادي الأهلي اللي بيحتوي على مناجم للذهب، بيحتوي على عناصر بتبقى هي بارقة الأمل بالنسبة للنادي الأهلي وبيكون امتداد لأجيال كتير جدا خرجت من قطاع الناشئين للنادي الأهلي. واحد من اللعيبة اللي يعني خلاص بيظهر للنور من خلال قطاع الناشئين للنادي الأهلي، صخرة دفاع قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون صخرة دفاع للنادي الأهلي ومنتخب مصر، لاعب معتز محمد. معتز برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. حلم حلمنا كتير، وحلمك مش حلمك انت بس، حلم الأسرة كلها بيتحقق وبتبقى لاعب في الفريق الأول، مسؤولية كبيرة جدا يا معتز. خليني في البداية رحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. برحب بك رؤى، ويعني طبعا ده حلم من زمان ان انا اكون وسط ناس يعني كنت بحلم ان انا اتصور معاهم، وطبعا يعني فخر الأهلي والمنطقتي، فانا بحاول على قد ما اقدر افضل موجود في النعمة دي. معتز انت الاول، انت منين يا معتز بقى ومنطقتي بقى معتز، عشان برضو واجب ان احنا نقول المنطقة والمدينة. انا من البحيرة، من مركز كفر الدهور، من منطقة اسمها البيضة. تمام يا معتز. والدك كان دايما في كل الماتشات معاك، البيت ما بيسيبكش لحظة واحدة، تدريبات ماتشات تعبهم ومجهودهم، انت النهاردة بتقول لهم لا انا تعبكم ما راحش على الارض، انا موجود في الفريق الاول، وده بيبقى تكليل لتعبك ومجهودك. اه طبعا، والدي ووالدتي يعني تعبوا معايا كتير قوي، يعني كانوا يسيبوا اخواتي ومنطقتهم وشغلهم ويجروا ورايا ويتعبوا ورايا، ويعني صدقوني وصدقوا موهبتي، فيعني ده لوحده يخليني اموت نفسي عشان ابين لهم فعلا تعبهم ما راحش على الفاضي، وعلى قد ما اقدر احاول اغير لهم حياتهم وابين لهم ان انا فعلا كنت استحق التعب دوت. يعني معتز مع المستر كولر خلاص بقى شايف فيك مستقبل، ايه اهم الامور الاحاديث اللي دارت بينك وبين مستر كولر؟ هو كان بيقعد معايا كتير يديني محاضرات على التكتيك بتاع اللعب بتاعه، عشان انا كنتش معاه في اول السيزون اللي فات، ما كنتش عارف التكتيك بتاعه، ففهمني ازاي العب بالتكتيك بتاعه وانفذه، وبحاول على قد ما اقدر في التمرين يعني ان انا انفذه. اول من يعني وانت قاعد في البيت وجالك تليفون انك هتكون موجود مع الدرجه الاولى ورايح تمرين باول يوم، ايه اللي حصل في اليوم دوت؟ نمت ولا ما نمتش يا معتز؟ والله الحقيقه ما نمتش والله غير 7 8 الصبح مثلا، يعني كان طبعا بقول لك يعني كنت هبقى في وسط ناس ما بحلمش ان انا اتصور معاهم، ناس فيهم قدوتي ومثلي الاعلى، فكان بالنسبه لي الموضوع يعني موتر جدا، لحد ما رحت ودخلت في الاجواء واللعيبه يعني دخلتني في الاجواء وحسستني ان انا واحد منهم وادتني ثقه، فالموضوع ابتدى يقل واحده واحده. يعني مين قدوتك ومين مثلك الاعلى في اللعيبه؟ لا انا عشان طريقه لعبي شبه عبد المنعم، فانا بحب طريقه لعبه وانا شايف ان هو قدوتي. كنت دايما وانت صغير بتتفرج على عبد المنعم في الناشئين يا معتز؟ ايوه، عبد المنعم اكبر مني بست سنين، فكنت احب اتفرج معاه عليه وهو بيلعب في ماتشات الناشئين، ولما طلع وراح سموحه كنت متابعه، وفي المنتخب برضه عمل بطوله هايله ما شاء الله. اول ما طلعت الفريق الاول بقى، مين اول لعيبه اللي استقبلتك؟ مين اللي اتكلمك؟ مين اللي بيدي لك نصايح؟ هو اول واحد كان كابتن قفشه، هو اللي اتكلم معايا وقال لي ما تخافش وانت برضه في وسط اهلك، يعني احنا بنلعب في فريق واحد ما فيش حد اعلى من حد، وهو اللي كان بيتكلم معايا كتير، وهو اللي اداني الثقه وخلاني يعني اظهر من اول يوم وتاني يوم بمستواي الحقيقي. مين اقرب اللاعبين بقى لمعتز؟ لا هو في كتير، يعني كله بيتكلم معايا وكله بيحسسني ان هو اخويا الكبير اللي بتعلم منه، بس ممكن لاقرب كابتن قفش. طب معتز واحد من اللعيبه اللي بيجيد ضربات الراس، مستر كولر لاحظ هذا الامر وفي جزء بيشتغل عليك تخصص شويه في موضوع ضربات الراس، قول لي قصه معتز واجادتك لضربات الراس جت ازاي؟ هو جت لضربات الراس من وانا صغير قبل ما اجي النادي، بابا قال لي يعني انت رايح نادي كبير لازم عشان تكون موجود يكون عندك ميزه، فشاف ان السن الصغير ده ما بقاش فيه الهدر، فهو اللي مسكني الصراحه وفضل يعلمني من الالف للياء في موضوع الهدر دوت، لحد ما بقيت يعني بعرف العب بدماغي، والسنه اللي قبل اللي فاتت كنت جايب 7 اهداف، والسنه اللي فاتت كنت جايب 9 بدماغي. فاول ما طلعت مستر كولر ايوه شاف الكلام دوت، وبتمرن مع ماركوس وكارلوس، بنتمرن برايفت في الحاجات ديت، بيشتغل على الهدر كتير انا وزعلو. بابا كمان بيدرب وبيشجع وكان بيعمل تشجيع جامد في المدرجات يا معتز. ايوه بابا لعيب كره من وهو صغير، لعب كتير فخبرته في الكره عاليه. يعني معتز خلاص الجماهير خلاص عرفت المعتز، شافت معتز، الامر ده بالنسبه له انعكاسه عليك ايه في المنطقه هناك عندك في اصحابك؟ اكيد يعني خلاص بقى معتز في الفريق الاول، خلاص بقى كبير كتير جدا من الجمهور عارف معتز. اكيد طبعا، انا في السنه دي ما كنتش احلم ان انا امشي في الشارع مثلا حد يوقفني يتصور معايا،
فلما حد يقول لي تعالى نتصور ده بيديني ثقه اكتر وبيديني دفعه اكتر ان انا اوصل لحاجات اكبر من كده واحقق حاجات اكبر من كده. عايز تحقق ايه وعايز تقول ايه للجمهور يا معتز؟ عايز اقول للجمهور ان اي ان شاء الله شباب السنه اللي فاتت احنا بنوعدهم ان شاء الله اي بطوله نخشها نحاول نركز فيها على قد ما نقدر اللي احنا ناخدها، وبقول لهم يعني خلوا عندكم ثقه فينا اكتر يعني، وان شاء الله اي بطوله هنخشها. معتز هننهي المعسكر، عندنا بطوله السوبر ممكن تكون اول بطوله ليك مع النادي الاهلي، وتبدا مشوارك مع النادي الاهلي ببطوله السوبر الافريقي، اكيد امر بالنسبه لك بتحلم بيه من دلوقتي. اكيد طبعا بحلم ان انا اشارك حتى لو دقيقه واخد ميداليه، ده هيبقى حاجه فخر بالنسبه لي طبعا ان انا في السن دوت يكون معايا ميداليه افريقيه مع النادي الاهلي يعني. معتز انا بشكرك وبتمنى لك التوفيق، وانا بفرح لما بشوفك يا معتز لان انا عارف يعني تعب كتير. حبيبي يا رب ربنا يبارك لك. شكرا يا ابو معتز. حبيبي يا رب. زعلوك بيهزر معاك؟ بص دماغه عامله ازاي اصلا. الروح والحب والاخلاص وسعي، صوره معتز مش الصوره اللي احنا بنشوفها في النهايه، لا في صور كتير جدا شقين ومراحل كتير جدا بتمر اللعب، هي احنا كلنا بنشوف المشهد الاخير، لكن في مراحل كتير وفي مشاهد كتير جدا بتبقى غايبه عن الجمهور، ولكن هو السعي الاجتهاد الصبر دور البيت ودور قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ان شاء الله معتز يكون واحد من اللعيبه اللي ان شاء الله تكون مستقبل سواء للنادي الاهلي والمنتخب مصر، ويكون يا رب امتداد كبير جدا للعيبه لعبت في هذا المركز في النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. كريم الدبيس، كريم برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، واول معسكر اعداد ليك مع النادي الاهلي، وحظك حلو كمان في النمسا كريم. طبعا برحب بك رؤى وحبيبه تسلم لي، طبعا ده اول معسكر ليا مع النادي وحاجه تحفه يعني ما شاء الله، دايما النادي الاهلي احسن حاجه ورقم واحد يعني. كريم طبعا المعسكر بالنسبه لك، الاجواء شايفين اجواء كنتوا محتاجين المعسكر ده من البدايه كده في بدايه الموسم، خاصه هننهي المعسكر عندنا بطوله السوبر ان شاء الله تبقى اول بطوله هذا الموسم باذن الله، استعدادكم وطباعك عن المعسكر ازاي كريم؟ لا طبعا المعسكر كله ماشي زي الفل، اللعبه كلها بتمرن كويس، المعسكر ده ممكن يكون احسن معسكر، الناس كلها مبسوطه مننا في الجهاز، ماشيين كويس هنا، بنقعد مع بعض كتير، بنقرب من بعض اكتر، فبنلعب بلاي ستيشن وبينج، فالدنيا يعني كويسه وبنقرب من بعض في حاجه كويسه، ومستعدين جدا لماتش السوبر ان شاء الله. غلبت في البلاي ستيشن صح؟ طاهر خلص عليك. هو الوحيد اللي كسبني طاهر. اتغلبت كام؟ مش مهم. اتغلبت كام يا كريم؟ 5-1. خلي بالك في النهائي غلب كوكا 6-1، ف ده غلب كوكا 6-1 وكان ما لعبش قبل النهائي اصلا. قول لي يا كريم، مستر كولر بيتكلم معاك ازاي؟ انا عارف انت واحد من اللعيبه اللي هو بثق فيها وتمسك يعني رفض عروض الاعاره اللي جات لك وتمسك بيك، وانت واحد من اللعيبه اللي خلاص بالنسبه له في مركز الظهير الايسر مع واحد بقيمه علي معلول. طبعا بيتكلم معايا دايما والراجل بيديني الثقه دايما، وبيقعد كل فتره بيجي يقعد يتكلم معايا بيقول لي ما تخافش العب شخصيتك، شخصيتك كبيره وباينه، فانا عايز اشوفها على طول في الملعب تكون موجوده، فدايما بيحمسني اكتر، بيخليني اتعلم من كابتن علي، وانا دايما طبعا ببص لكابتن علي وبتعلم منه، بقعد معاه كتير وبيديني نصايح كتير بصراحه يعني. كريم اول سنه لي في النادي الاهلي، ايه اللي انت اكتسبته جوه النادي الاهلي؟ اتعلمته جوه النادي الاهلي؟ حاجه انت ما كنتش شايفها جوه النادي الاهلي وانت بره النادي الاهلي؟ دخلت النادي الاهلي شفتها النظام امور، ايه اللي انت لمستها جوه النادي الاهلي يا كريم؟ لا حاجات كتير جدا، التزام طبعا اول حاجه، منظومه كلها ماشيه بشكل كويس، محدش بيخش في شغل حد، فالدنيا ماشيه زي الفل، والنظام ده كانت اهم حاجه في اي نادي، فالنظام هنا يعني حاجه كويسه جدا وحاجه بروفيشنال، فده كله بيساعد النادي للاحسن والاحسن. كريم مين مثله الاعلى في مصر ومين مثله الاعلى بره مصر؟ مثله الاعلى في مصر طبعا كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، طبعا قدوتي كابتن علي طبعا. كابتن علي؟ طبعا بتعلم منه كتير كابتن علي. بره مصر مارسيلو. مارسيلو. ايه اهم التعليمات اللي بيقولها لك علي معلول؟ وانا عارف ان علي معلول بيتكلم معاك كتير بيدي لك تفاصيل كتير. طبعا على طول بيقعد يتكلم معايا وبيقعد يقول لي تفاصيل، حاجات بتبقى حاجات بسيطه صغيره بس دي بتبقى مهمه جدا، دايما في الماتشات، في ماتش بيراميدز اللي فات جه قعد معايا بين الشوطين قعد يتكلم معايا، فدايما بيقعد يتكلم معايا في كل الاوقات، بيشوفني دايما بيقعد يتكلم معايا، فبصراحه انا يعني الراجل ده انا بحبه جدا. مين اقرب اللاعبين اللي جوه النادي الاهلي يا كريم؟ لا في كتير يعني، في كتير، في عبادر، في فخري،
مخلوف، في كابتن علي، لا كتير، وخالد عبد الفتاح ومعتز. عايز تقول كلمه ايه لجمهور النادي الاهلي؟ خلاص هننهي المعسكر، عندنا بطوله السوبر الافريقي، تحب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي يا كريم؟ احب اقول طبعا خليكم واثقين فينا، دايما هنكون عند حسن ظنكم، ودايما احنا بنكون بنتمنى ان احنا نكون دايما نكون في اي بطوله رقم واحد، فدايما خليكم في دارنا. بشكرك يا كريم واتمنى لك التوفيق. حبيب قلبي يا كريم، واحد من اللعيبه اللي زي ما نقول مستقبل، مش مستقبل للنادي الاهلي فقط ولكن مستقبل الكره المصريه، نوعيه الظهير الايسر او الباك ليفت الحريف اللي كورته حلوه، كريم واحد من نوعيه هؤلاء اللاعبين. ثقه مستر كولر في كريم ان شاء الله، مع الاجتهاد والسعي والصبر اللي عند كريم والشغل اللي بيشتغله على نفسه، ان شاء الله يكون واحد من اللعيبه المهمه جدا في النادي الاهلي وفي الكره المصريه. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. أشكر فاروق وكل التوفيق لكريم الدبيس ومعتز محمد نجوم النادي الأهلي الشباب اللي تصعدوا للفريق الأول إن شاء الله بإذن الله قدها حدود. كريم بالمناسبة اختار اتنين يعني عتاولة، عبد الوهاب الله يرحمه في مكانه كان يعني حاجة تمتع العين، وطبعا معلول واحد من أساطير النادي الأهلي بأرقامه ومشاركاته طبعا، ومناسبة الباكات الشمال هو اختار مارسيلو أعتقد بره مصر، باولو مالديني ولا روبرتو كارلوس؟ كارلوس طبعا، انا كارلوس. باولو مالديني. باولو مالديني. طيب دلوقتي الفونسو ديفيز ولا جواو كانسيلو؟ لا ديفيز كانسيلو. انتوا جايين انا بميل لنوعيه اللعيبه اللي بتعرف في كذا مركز. عظيم. مالديني طيب. كان بس دايما المقارنات دي بتجيلي على الهوا فبحب اسمع. انا عايز بس احط واحد في النص ما بين عبد الوهاب الله يرحمه وما بين طبعا علي معلول. جيلبرتو. البروفايل المفضل بالنسبه لي سيد معوض. سيد معوض. انا متيم بلعب وبروفايل وكل حاجه في سيد معوض. طبعا يعني كان اسطوري بصراحه. كنت بتقولي معتز بيتكلم على انه سجل 7 اهداف. بالظبط، قال لك انا سجلت 7 اهداف. عندنا فريق اتحاد العاصمه اللي هنواجهه ان شاء الله كمان 8 ايام، خط الدفاع كله تقريبا بيسجل اهدافها من اتحاد العاصمه، يعني عندك زين الدين بالعيد ده واحد من اميز المدافعين حاليا في القاره، واسمه تردد للانتقال سواء للدوري الفرنسي او لانديه كبيره في افريقيا، سجل 6 اهداف، 3 اهداف في الدوري الجزائري و3 اهداف في الكونفدراليه. عندك رضوان سعدي او رضواني سعدي الظهير الايمن سجل 2 وصنع 3 اهداف. عندك ادم عليلات سجل هدف في الكونفدراليه، وابراهيم زازا ايضا المدافع سجل هدف. يبقى اذا خط الدفاع كله بتاع فريق اتحاد العاصمه بيسجل اهداف. في دي احصائيه ايجابيه، في حاجه سلبيه في خط دفاع اتحاد العاصمه، ان هو الفريق الاعلى حصولا على الكروت الصفراء في بطولة الكونفدرالية، أكتر فريق حصل على كروت صفراء، وزين الدين بالعيد كمان حصل على كارت أحمر، حصلوا على تقريبا 11 أو 12 كارت أصفر في البطولة وكارت أحمر مباشر. كان هو الأحق بالتتويج بالكونفدرالية؟ هو بقى ده يعني أنا شايف إن هو لا هو استفاد من مشواره، يعني استفاد في مشواره في البطولة. أحمد سريعا جدا في عنوان، شايف إزاي مباراة مصر وإثيوبيا؟ المباراة طبعا اكيد يعني تحصيل حاصل، لكن اعتقد ان فيتوريا طبعا هيطمن على حالة اللعيبة البدنية، وطبعا التجانس هو محتاج طبعا كل فترة ان اللعيبة يطمن عليها، فاعتقد هيطمن برضه على المحترفين ويطمن على بعض اللعيبة اللي هو محتاج برضه يشوفها من فترة، يعني مباراة للاطمئنان يعني. بس ان شاء الله باذن الله موفقين في مباراة سريعا. لما طالب النادي الاهلي اراحة لاعبيه او اعفاء لاعبيه من الانضمام للمنتخب بان المباراة تحصيل حاصل، البعض هاجم ادارة النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، ولكن عندما قرر روري فيتوريا اراحة محمد صلاح من المباراة ما سمعناش حد بيتكلم. يعني بعد مباراة اثيوبيا يبقى لكل مقام مقال، نتمنى الفوز طبعا لمنتخب مصر والاطمئنان على شكل المنتخب قدام اثيوبيا، رغم انها مباراه يعني مش يعني مش عايز اقول تحصيل حاصل، في النهايه منتخب مصر هيلعب فكلنا في ظهر منتخب أكيد. مصر نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، يقدموا عرض قوي بس ونطمن على شكل المنتخب، وبعد ما تخلص المباراه يبقى لينا وقفه وكلام تاني. بشكر بلال، بشكر احمد، نورتوا الدنيا. حلقه الاربع اللي جايه ان شاء الله معاكم مهمه جدا، خاصه جدا بمناسبه لقاء السوبر الافريقي ان شاء الله. بشكركم على المتابعه، تحياتي لكم.